أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج أبشر، والذي يعرض من على شاشة الأيام الفضائية المباركة. مستمرين وياكم مشاهدينا الكرام في تصوير حلقات هذا البرنامج، اللي هو يعتبر برنامج خدمي وبنفس الوقت انتخابي، لأن تزامن ويا انتخابات مجالس المحافظة. فركزنا على موضوع هموم المواطن العراقي وأيضا هموم المرشحين اللي يردون من خلالها يغيرون وجه محافظاتهم من خلال المنجز، وكذلك ترشيح نفسهم من خلال برنامجهم الانتخابي، وكذلك الآليات اللي هم خلوها في ذهنهم من أجل تطبيقها على أرض الواقع وصولا إلى حلول منطقية تغير من وجه الوطن. يا رب يا رب. وبالتالي من عندي ملاحظة بسيطة، من نريد نصور إحنا أي موضوع معين، خلينا نثبت نقطة. ويمكن الجميع يعرفني يعني، أو اللي مشاهديني في برامجي السابقة، أنه إحنا نسلط الضوء على موضوع معين بغية مناقشته بطريقة لطيفة مرتبة، ومو طريقة نحاول تقليل من المنجز أو محاولة الاستهزاء به. لا أبدا، ما عندنا هيك شيء. كل ما هنالك إحنا نريد أنه من نشوف هذا مشروع معين وبيف التلكؤات، نقول هاي تلكؤات، لا أنا أكو خطأ، لا أنا أكو ضعف، لا أنا أكو مجاملة بالشغل مبين، أو مثل ما نسمع يلا هسه مو زين حصلنا دا يشتغلون مثلا، يعني هذا الدارج، هاي مال مو زين حصلنا ودا يشتغلون وخلف الله عليهم. ترى ماكو مسؤول متفضل على مواطن، الدولة معينتها مسؤول، عنده حقوق وواجبات، حقوقه دا يأخذها كاملة، راتبه، امتيازاته، كذا إلى غير ذلك، مو؟ ولكن من يجي يقدم خدمة هو ما متفضل عليك، هذا واجبه. وبالتالي المفروض احنا نسلط الضوء على كل النقاط التي تغير من وجه العاصمة والمحافظات الأخرى. برنامجنا برنامج خدمي إنساني واقعي بنسبة كبيرة. اليوم احنا تحديدا في بغداد. وين ببغداد؟ بالكرادة. وين بالكرادة؟ مقابل فندق بابل، منطقة اسمها حي الجامعة إذا سامعين بها، محلة 915. اكو ثلاث شوارع الأمانة دي تشتغل، جزاهم الله ألف خير، دي سولها هذا المقرنص، يعني هي درابين مثل ما تشوفون. هاي الدرابين موجودة بالأزقة والمناطق القديمة. وين؟ بالكريمات، باب السيف، الشواكة، موجودة مثل ما تشوفون، يصير بالنص مجرى ها عيني، ومنه مقرنص. بالتالي عادة شكل المقرنص لطيف مو؟ وبي حداثة، لكن أعتب على المهندسين وأهل الاختصاص، احنا هسه 2024 راح نصير المجرى بالنص، يعني ما نقدر نخلي مثلا بايبات مال المجرى وتصير مرتبة وصولا الى هنا وترتبط بالرئيسيه وتروح مثلا، يعني مثلا يعني ما اعرف، انتم تعرفون وانتم اختصاصكم، بالتالي اكيد انتم يعني عندكم القرار النهائي، بس فد ملاحظه بسيطه يعني. او مثل ما شفنا بمنطقه اسمها الحميديه خارج حدود البلديه، ايش بعيده، نفس الشيء، اكو على طرفي الشارع مجرى، وطبعا هم ما عندهم مجاري رئيسيه وتجي السياره تسحب، وينك عيني الله يحفظكم. احنا نعرف اكو فساد في اروقه الدوله، واكو عناصر وموظفين في الدوله مع الاسف، ومو بس هيك، مو بس فاسدين، ومتواطئين بطرق فاسده جدا ويا مقاولين، بغيت شنو يستفاد؟ تعال ايش قد ضعاف، ايش قد ضعيف هذا الانسان اللي يتقاضى راتب من الدوله وماخذ حقوقه بشكل محترم، يمد ايده على حق الشعب. طبعا المسؤولين موجودين على مستويات مختلفة بالدولة ما شاء الله، بس أبشركم هاي مو شجاعة، هذا جبن وخسة. على كل، اليوم عندنا شخصية أخرى مرشحة لانتخابات مجالس المحافظات هنا في بغداد، أعرفكم عليها ونشوف ليش هو اقترح أنه نجي هنا لهذا المكان. السلام عليكم أستاذ. عليكم السلام ورحمة الله. الله يخليك، الله يعزك، الله يخليك ويسلمك اخوي العزيز، الله يسلمكم. في البداية اريدك تعرف نفسك للسادة المشاهدين.
فاضل سعدي فاضل الزبيدي، عضو مجلس بلدي سابق لقاطع الكرادة من 2008 لحد 2019، نهاية 2019 من صار حل المجالس ان شاء الله. ايش قد التسلسل مالك؟ رقم تحالف ابشر يا عراق رقم 143 تسلسل 22. قلت لي انت اشتغلت من 2008 الى 2019 بالضبط. من 2008 بدات البدايات، هي بدايه 2005 بدينا بشكل كلجان شعبيه موجوده بالكراده، اشرفنا على عمليات بالكراده. اللجان هاي مسانده ويا القوات الامنيه ويا اللجان اللي عملت بامانه بغداد، بالوقت تسوي تفجيرات موجوده بالضبط. فخلينا الكراده هوايه عانت من التفجيرات، عانت اكثر المناطق تاذت بالتفجيرات. ليش؟ يعني بسبب التواجد، نسميه تواجد الأحزاب السياسية، صارت هي مرتكز أساسي قريبة من المنطقة الخضراء، قريبة من المنطقة الخضراء. فكانت الكرادة عانت ما عانت بهذه الفترة من تفجيرات كبيرة، والحمد لله وشكر استتب بالأمن نحمد الله. من شنو تعاني الكرادة؟ والله ضعف الخدمات الحالية بها، كثرة الملاهي بها. الملاهي هاي مشكلة عندنا كبيرة، وهسه نحاول يعني نحاول قصدي انه تكون الملاهي هنا في بالكراده. استاذنا العزيز، هي الموضوع صارت بتسميات هي ثانيه، بانه التسميات ضمن منظمات مجتمع مدني سمت روحها بانه هاي نقابات من الدصير وصير هاي تسميات، خلوا تغطيه للاسم بانه هي الملاهي ممنوعه بالمناطق السكنيه. ملها هنا موجود بالكراده؟ والله يعني حسب الجرادات موجوده اعتقد فوق 70-80، يعني توصل لسه ويا القاعات الموجوده والكوفيات الموجوده توصل عدد يطفر المية. بدي احكي على الكوفي، لا بدي احكي على الملاهي. لا مو الكوفيات، هي نفس الحاله صارت، حاله حال الملاهي. كوفيات تصير ملتقيات الخاصه، كوفيات بالضبط، اكو خاصه خصوصا المنطقه القريبه من يم كهرمانه بالمناطق الكوفيات فيها بالليل، يعني حاله حال الملاهي، ما لها اي اختلاف عن الملاهي. لا ايش تنصح الاجهزه المعنيه المفروض شو يسوون؟ يعني والله المفروض يعني يتكثف دور الرقابه، يعني وجود الامن السياحي هنا أنا صفر بالكراده، يعني يمكن عندهم اجايز ماخذين اجازه من السياحه. هي استاذنا العزيز مو هي صارت اللعبه بالتغطيه بالاسم بالتسميه، من قلت لك انا اخذوا كمنظمات مجتمع مدني، اخذوا جزء منهم يعني مع احترامنا من المنظمات، يعني منظمات المجتمع المدني بالعكس وقفاتها يعني طيبه وجيده بالواقع الموجود. هنا الشيء عندنا التسميات هاي تغيرت، يعني هو مسمي بالضبط يعني احنا خلال الفتره اللي اشتغلت فيها بالمجلس البلدي من كنا نطلع عليهم عندهم اجايز بانه تقرا اجازته يا اما منظمه يا اما نقابه من نقابه العمال، عندهم مثلا هالترتيبات عندهم اجازات وهالشيء، مسوين تغطيه خاصه لها، بس هي المضمون غير شكل عملها. من 2008 2019 شو اشتغلت؟ والله كنت رئيس مجلس حي بابل، مجلس بلدي حي بابل اللي يمثل من صفحة كرادة خارج من جامعة بغداد إلى الزيوت كرادة خارج، بالإضافة بالعضو صرت قاطع الكرادة، اشتغلت باللجان من جامعة بغداد إلى الزيوت. يعني مسؤول عن شنو؟ هو رئيس مجلس حي بابل، يعني كانت خص خدمات اللي قدمناها بالضبط. احنا عندنا كانت عندنا لجان احنا عندنا المجالس البلدية كانت فيها عدة لجان، اللجان اللي بيها من اهمها لجنه الخدمات، اللجنه الامنيه، لجنه الطاقه، ذني اللجان كلهن كنا نعمل بيهن الحمد لله، يعني قدرنا نحققه ضمن الصلاحيات الموجوده عندنا. يعني انت كان الغبن باعمال المجالس بان صلاحياتها كانت محدوده، بس كان لها اثر كبير بالمراقبه والمتابعه، يعني كان اشرافنا على المدارس، اشرافنا على مدراء النواحي، على والله ما تروحون على مدرسه شلون تشرفون عليها؟ ايش تسوون يعني؟ المدارس كنا نطلع عليها نشوف شنو احتياجاتها، كنا نرفع توصيات، تصير عندنا اجتماع. لمن ترفعون التوصيه؟ نستضيف بس اسمح لي، المن ترفع التوصيه؟ التربيه نرفعها الى مجلس محافظه بدوره كان يرفعها الى وزاره التربيه. كنا من ترفعون كتب؟ بس اسمح لي، من ترفعون كتب ومطالبات بملاحظات سلبيه اشرتوها اثناء زيارتكم الى مدرسه معينه، تتابعون نتائج هذا الطلب؟ نظل نتابع النتائج، وكان الاكثر النتائج اللي تصير بانه يعلقون شماعات الموازنه والتخصيصات الموازنه، التخصيصات الموازنه. يعني حتى احنا العمل اللي صار خلال ذيك الفتره ويا المدارس وعلى هاي، يعني قاموا يشجعون على بانه مجالس الاباء هي خطا ترى، والمجالس الاباء هو يحير يعمر مدرسه، وزاره التربيه شنو دورها؟ هنا اناقشك، في احدى ادارات المدارس
ضغط ضغط على مدير المدرسة بشكل فظيع، ولكن هو سبع وشجاع ومحتوي الكادر التدريسي اللي وياه، ودا يتعامل ويا الطريقة الجديدة اللي المفروض يتعامل وياها ويا الطلبة اللي هي نعرفها كليتنا، أسلوبه تغير الطالب ويا المعلم، المعلم شوية انضغط من هواية جهات، بالتالي يريد أحد يشاركه في إدارة ولو جزء بسيط في إدارة المدرسة عن طريق مجلس الآباء. مجلس بسمح لي يعني أب وأنت أب تماما، والمشاهدين أيضا يمكن يتفقون ويانا، مجلس الآباء المفروض يكون يعني سند لإدارة المدارس، مو على اعتبار أنه تخصيصات مالية ماكو، مدارس تعاني من الكثير من النقاط اللي هي صبغ ماكو، رحلات ماكو، كهرباء ماكو، مولدة ما أعرف إيش بيها، الواير قايل هيجي، تريد مثلا مديرة مدرسة تبني صفوف ما تكفي، يعني نواقص كثيرة. من خلال مجلس الآباء يصير تبرع، يصير بعض المشاكل تنحال إلى غير ذلك من الأمور اللي رئيس مجلس الآباء هو يتفق ويا الأهالي الموجودين من أجل تذليل العقبات. تمام؟ زين. الآن إحنا أمام مشاكل كبيرة يعاني من عدها أو تعاني منها إدارات المدارس، فمجلس الآباء مهم. أنت شنو أنت تقول؟ مجلس الآباء الخلّه هو هسه صار تشريع بأنه عملية جباية من الأهالي. لا مو جباية، لا بالاتفاق. بالاتفاق بالضبط. إحنا خلينا بالضبط يعني مثلا إذا بس اسمح لي إحنا دا نناقش بس اسمح لي أستاذ حبيبي، إحنا دا نناقش هم واقع. صح. تمام؟ صحيح. لما أنت ابنك يداوم في مدرسة حكومية ووزارة التربية حالياً تحاول جهد الإمكان أنه تبني مدارس وبصفوف لائقة وكذا في هذا الانفجار السكاني الكبير وقلة المدارس والرحلات يعني زين، وأنت خال ابنك في مدرسة حكومية ما تدفع 1.5 مليون ومليون و400 وكذا مثل المدارس الأهلية، مو زين، ما تقدر مثلا خلال أو تشارك بمبلغ معين حتى تشترون قطية الصبغ للصف مثلا، مكلفة إذا دفعت مثلا 5000 دينار مثلا، يعني أسألني أنا أخشك كأب بس اسمح لي تدفع 5000 بس اسمح لي هسه بس جاوبني على جواب الله يحفظ على سؤال، تدفع تدفع 5000 يعني ليش ما تشاركون؟ هو بالضبط، هو مو مسألة جباية، هو مسألة معاونة، أدفع لي 2000 دينار 1000 دينار وأروح أشيك وأحاسب من هو رئيس مجلس الآباء، أروح أقول له يا أبا ليش أنا دفعت ذاك اليوم 3000 دينار مثلا، وين وديته 3000 دينار؟ راح تلقى اسمك وكذا من خلال بس شوية ثقة متبادلة حتى شنو ينصبغ الصف اللي بيه داوم ابنك، مو فمو مسألة جباية. تفضل أستاذنا عزيز، وإحنا لو تقصد بعض الأشخاص يعني أستاذنا، وحتى إحنا هي مجلس الآباء صارت حلقة وصل بين الإدارة وبين أهالي الطلاب، خلينا نقول حلقة وصل، هو موجود بالاتفاق بالضبط، وهم ترشيحهم عن طريق اجتماعات تصير بالمجتمع بالضبط، اجتماعات هاي راح يصير بالضبط، فهاي عملية عملية صارت مع مجلس الآباء، هي حتى ما من حق مدير المدرسة أن يجبي من الطالب أو يصير جباية، خلينا نسميه على جباية، مو ما من حق حتى حتى مو هو ها يبعد الشباب بالضبط، لانه ما عنده مصدر مالي صحيح، يعني المفروض عنده المحاسب مالته ويسلم الطالب وبوصل وهالترتيب، وهذا ما مسموح به، هذا الشيء ما بيه في التشريع قانوني بانه انت هي مدرسه النظام التعليم عندنا مجاني المفروض، ومدرسه حكوميه فما من حق ان تقترح، فبالضبط فهاي المجال احنا يعني هذا هو بيت علم، يعني الإنسان اللي يتبرع بدينار أو بألف أو بعشرة أو مية، أنت مع التبرع؟ بالضبط، إحنا نعتبره بيت علم بالحالة هسه، المفروض هو ماكو تبرع، ليش؟ لأنه أكو مفروض إذا واقع المدرسة مزري، حمامات ماكو، يعني تواليتات مكسرة، شو تسوي؟ المفروض هي وزارة التربية، وزارة التربية المفروض هي عندها تخصيصات، هاي المفروض، هاي المفروض، واقع الحال يختلف، بس احنا الواقع الحالي هسه احنا نعمل باقل يعني الامكانيات الموجوده، يعني اقل الامكانيات الموجوده هي بان هذا تبرع الناس تتبرع ومجلس الاباء ده ينفذ. ليش ما نقول استاذ، ليش ما نقول انه التبرع يكون ضمن اليات واضحه ومحدده، تكتب على الصبوره او على كرتونه تتعلق بالمدرسه، والمسؤول عنها يكون لجنه من مجلس الاباء بالتعاون ويا إدارة المدرسة، خلاص ليش هالتشكيك؟ ليش أشكك بالمديرة أو المدير أو أشكك أنه الفلوس تنسرق؟ هسه هي شغلات بسيطة، يعني إذا واحد يجيب لبوري مال مي يمدله فد روتين ثلاثة بالتنسيق من خلال التبرع، ترى مو فد
منجز امام المنجز اللي دي قدمه المعلم بالمدرسه. واحنا الامور كليتها نرجع عليها بانه هي هاي اختصاص وزاره التربيه واختصاصها بتلحق لي اكو عده يعني عده هسه هاي انت هسه حتى تحديث صار على المدارس سووا تحديث المدارس فشوا سياج الخارجي وردوا بنو ليش ما عفوا الحمامات واحنا هسه نشوف العمارة اللي يصير بالمدارس زين ليش اختاروا الا ويا بدايه السنه الدراسيه لعدة السنه كليتها وين كانت بالعطله مو احنا هنا المشكله ماكو الشخص المناسب بالمكان المناسب هذا الشيء احنا نرجع عليه وهذا ناكد عليه ممكن قل لي هنا هسه احنا وين بالضبط وايش يصير هنا منطقه الكراده الجادريه المنطقه قريبه من فندق بابل محل 915 هنا اكو عندنا ازقه بها ضيقه الازقه الضيقه هاي بها مشاكل تعانيها بانه الفارشه ما تدخل بها ما تكفي ما عندنا فد آليات تكفي بأنه يصير حالها إكساء يعني الإكساء الطبيعي فدي يضطرون بأنه هاي الدرابين القديمة أو الأزقة القديمة هاي الموجودة هنا تصير نفس الأسلوب اللي تكلمت فيه حضرتك بأنه أسلوب بدائي بأنه تكون ساقية وسطية وجانب منه ومن هنا يصير مقرنص يطبق عليه وهذا لأنه ما تقدر تدخل آليات هذا بسبب نشوف الكهرباء يمكن الأسلاك الموجودة المشاكل راح تصير بس تدخل الآلية هنا المشاكل ويا العوائل بأنه قطع الواير ما نقطع الواير يعني إرادة هي هاي فهذا الأسلوب الموجود هنا يعني ماشي بكل الأماكن يعني أماكن بغداد بشكل عام والمحافظات نفس الشغلة بالضبط الأزقة القديمة ما تقدر تدخل بها آليات يعني هذا من يكبر يصير به جمالية حلو؟ والله أحسن يعني نتوقع أفضل من السابق أفضل من السابق بس أنا دا أشوفه يعني دا يكون هو أعلى من البيوت زين هاي فمطرة قوية الماء يدخل على البيوت هو استاذنا أكو بيوت تصميمها البيوت القديمة باقية ناصية وأكو حديثة هم عندهم ليفل معين يعني احنا دائره المشاريع هدا تعمل بهالمكان عندهم ليفل معين المستوى هم اللي يعرفون يقيسوه يعني المفروض اكو مهندسين هنا جو اخذوا قياسات اخذوا العلو هم حددوا نقاط العلو والنصو حتى يكون تسريح المي بشكل صحيح هاي مجرى بالضبط هاي هنا هاي راح يصير مجرى ويصير عليه مشبك مال امطار تصريف المياه مال امطار بان الشارع صار بدايته مشبك وبنهايته مشبك حتى يصرف مياه الامطار عندهم هسه انت شنو دفاعك انه تقدم انتخابات مجالس محافظات ورشحت نفسك والله استاذنا عزيز نتمنى ان نكون بخدمه المواطنين دائما هنا لانه احنا عملنا خلال فتره ميدانيين يعني موجودين بالضبط يعني اكو خبره عندنا اكتسبناها خلال خلينا نسميها 20 سنه بالضبط كتكوين المجالس بحدود 20 15 الى 20 سنه صارت عندنا شنو جديدك احنا قبل اللقاء سولفنا شويه فقلت لي فلان كان ماخذ الجو هو يطلع ويسوي ويحكي ما نقول الاسم بالتالي انت شنو جديدك يعني شلون راح تقدر اليوم بحله جديده تقترح تقدم حلول وايضا تتابع هذه الحلول في انه تطبق على ارض الواقع شنو الجديد استاذ اكو تشريعات باقيه المفروض يصير تنسيق عليها بانه هو قرار قانون العاصمه لانه احنا لحد الان بغداد مختلفه عن كل المحافظات ليش ما يقروا هذا القانون قانون ما يعني هاي اشياء سياسيه هاي المشكله اللي عندنا فاحنا لازم نضغط على هذا نقرر بانه حتى تكون امانه بغداد تكون محافظه بغداد يعني بغداد مجزئه يعني المجزئة صلاحياتها مجزئة اكو امور يا هاي انت هذا الروتين اللي عندنا احنا نحاول هذا تقليله يعني انت هذا التجزئات بالقانون وبال هاي الوايرات شو وقت تخلص من عندها والله استاذ هي داخله المنطقه ضمن خطه الدفن اندر جراوند يعني المنطقه داخله بيها بس تلك عمل الشركات والفساد المالي الموجود وقف المشروع يعني موجود هسه اكو اماكن عندنا هنا نفس المنطقه ممدوده بها الكيبلات الارضيه زين بس اكو مشكله فساد بموضوع الشركه فتوقف الامر كليته اول مره توقفوا بسبب التخصيصات خلال ذيك الفتره من صار عمل يرجع المشروع يرجع يبدي لقوا تلكؤات بالعمل يعني بيه اشكرك جدا اتمنى لك التوفيق اتمنى لك التوفيق وايضا قلت لي هذا العمل منو دائره المشاريع امانه بغداد دائره المشاريع نشرف بدائره المشاريع وموظفيها ومهندسيها في تقديم الخدمات ونشد على ايدهم ولكن احنا نتمنى حقيقه انه دائما ما ادري ما شفنا مهندس موجود وينه يعني بعد مجال ما اعتقد والله بعد مجال والله ما احنا نتمنى انه ان شاء الله كنا مهندس بعد التقينا هنا بالموقع صار اكثر مره تيجي هنا ماكو مهندس يوميا صار اتابع الموضوع هذا هنا طلب الاهالي قدمناه للسيد الامين مشكور يعني حقق لهم الطلب هذا السيد امين بغداد بالتالي احنا نشد على ايد كل الأجهزة التابعة
لحكومتنا ودولتنا ونفتخر بها، ولكن نتمنى من اي جهه معنيه بتنفيذ اي مشروع المفروض مثلا المهندس يكون حاظر كذا سماء، الله اعلم يجوز عنده ظروف، عنده شغل، عنده كذا هيك شيء، بس حتى العمل يكون متابع، لان هذا العامل وان كان خلفه وامكانيته جيده ويعرفه هو وكذا ومشتغل هواي اشياء، واحنا نعرف ان العراقي ذكي وسبع وايده ذهب ويشتغل زين، ولكن حتى يتاكد انه الدفن صار صح، تسليط صار صح، المجرى صار صح، تمام؟ المفروض يعني كل مشروع بمهندس مقيم يسموه. على كل ما شاء الله. انتظرونا بعد هذا الفاصل. اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام في هذا الجزء من برنامج ابشر. جزءنا الثاني هو يتحدث عن شخصيه مرشحه لانتخابات مجالس محافظات، هو تربوي، وخلي نشوف شنو وجهه نظره بواقع التربيه اليوم بالعراق وش يقدر يسوي البغداد. السلام عليكم استاذ. السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا بكم، ان شاء الله يوم ان شاء الله موفق لكم ان شاء الله وعلى بركه الله. عرفنا بنفسك. المرشح استاذ عباس قاطع الشويلي عن محافظه ابشر يا عراق، عن محافظه بغداد. رقم التسلسل 18. ان شاء الله احنا بالنسبه لنا هذه القائمه قائمه يعني تمتد من جذور وكذلك من واقع مرير ومن آهات الشعب واندماء الشهداء يعني للعراق، وكذلك هذه القائمة إن شاء الله مبنية على أسس وكذلك على النزاهة واختيار إن شاء الله الناس المخلصين الذين يخدمون هذا البلد، يخدمون هذه المحافظة إن شاء الله بقوة الله سبحانه وتعالى. وفق البرنامج الانتخابي الذي سيكون إن شاء الله موظف وخدمة المجتمع وخدمة بغداد خصوصا. مشرفي. أنا سعيد. تالي أنت حضرتك هسه شو تشتغل؟ أنا بالنسبة لي يعني أستاذ عباس مشرف اختصاصي إداري في وزارة التربية. عملنا وتصدينا من أجل يعني تقويم الواقع التربوي وكذلك الواقع المهني والتعليمي وخصوصا في محافظة بغداد، وتصدينا في كذلك وعملنا بالنسبة لنا كمدراء أقسام في الملاك والتعليم العام وكذلك مدراء الامتحانات، وعملنا بمهنية وكذلك يشهد ذلك من خلال عملنا وتصدينا في هذه المرحلة. المهم يعني احنا برنامج الانتخابي أولا معالجة الكثير من الأمور، منها اولا يعني الواقع التربوي في محافظة بغداد، اولا المدارس، هناك مدارس يعني متهالكة، نقص في الملاك التعليمي، نقص في بناء المدارس، هناك تراكمات يعني كثيرة وكذلك عقيمة وواقع مرير يعني بالنسبة لواقع التربية. يعني سوف توجد يعني خطط وبرامج وكذلك أسس استراتيجية بالتخطيط مع المجالس المحافظات وخصوصا في المحافظة، وهذه الخطط سوف تعالج البرنامج التربوي والواقع التربوي والواقع التعليمي. وين كل هذا الوقت لعد؟ طبعا هذه التراكمات يعني لا توجد هناك يعني تفعيل يعني وخصوصا المدارس يعني والمدارس هذه لا يوجد تفعيل إلما لعملكم كمشرفين تربويين؟ ليس يعملنا يعني كذلك هناك أكو تقاطع إداري، تقاطع يعني بين المحافظة وكذلك وزارة التربية وكذلك ومع المالية، هناك قطع أراضي توجد يعني أغلبها للمالية، لكن هناك مناشدات من أجل إنشاء مدارس لحد الآن لا توجد يعني هناك أي بناء يعني ما عدا القليل في بحاض ولا تسد الشاغر يعني ولا تسد متطلبات يعني المحافظة بصورة عامة. زين أنت كمشرف تربوي وهاي مدرسة احنا واقفين يمها، من تدخل للمدرسة شنو أول خطوة تسويها؟ أولا يعني بالبداية عملنا كإشراف اختصاصي هو تقويم العملية التربوية وكذلك تقويم الواقع التربوي، وهذا الواقع التربوي ينسجم مع يعني مقومات وكذلك خطة إدارية لأي مشرف. اولا هناك صديق ناقد وهناك مشرف اختصاصي وهناك مشرف متابع، هذه الاولويات ترفع اذا هناك مثلا حاله شاغر، حاله يعني اداريه يكون عون احنا المشرف الاداري ليس شرطي ولا كذلك يعني فشي، وانما هناك يعني يكون عون للاداره. شلون اذا مدير المدرسه ما عنده اسمح لي بس
عنده مدرسين شواغر، ابو رياضيات ماكو، ابو احياء ماكو، ابو انجليزي ماكو، شو تسوي انت كمشرف تربيه؟ بالنسبه لنا طبعا مدارس الزعفرانيه خصوصا، يعني مدارس الزعفرانيه تنأى وتستغيث من في حاله الشواغر. سويتوا حلول؟ اولا رفعنا مذكرات اداريه وكذلك مذكرات مشفوعه الى المديريه العامه، وبدورها المديريه العامه يعني تشوف يعني تضع خطه، وهذه الخطه ببناء على التسويه وفق القواطع، لكن لا تسد الشاغر. يعني سابقا عملنا، وكنا يعني مدير ملاك سابقا، عملنا على استثناء منطقه الزعفرانيه، لان منطقه الزعفرانيه تعتبر يعني منطقه نائيه تستغيث وفيها شواغر كثيره، وعملنا على بالنسبه للشواغر المستحصيه بالمواد العلميه مثل انجليزي، عربي، رياضيات، علوم، رياضيات يعني فيزياء، كيمياء. هذا يعني هذه السنه الفاتره اغلب المحاضرين اللي كانوا بالزعفرانيه يسدون الشاغر نقلوا الى الاطراف، وهذا سبب شاغر وكذلك سبب اللي صدر مثل هكذا قرار. نعم. اللي هي التسويه. نعم. ما يعرف راح تصير هيك مشكله؟ يعرف طبعا، وكذلك ناشدنا، وهناك كتاب في 16/7 في من هذا العام يعني، وكان موقع من المدير العام تربيه الرصافه الثانيه، بانه يعني الزعفرانيه تستثنى من هذا الشيء، لكن لم تفعل. هناك ضغوطات، وضغوطات اداريه، وضغوطات وكذلك ضغوطات من النواب وغيرها، وتدخلات كثيره. عملوا على نقل جميع محاضري وكذلك العقود في الزعفرانيه الى الاطراف، وسبب مشكله كبيره، ولحد الان مناشدات وغير مناشدات وكذلك ضوابط اداريه، وحتى هناك مدرسين يعني، لكن هو بالنسبه للمدرس يعني تعرف العقد والمحاضر موقع على 5 سنوات يعني بالاطراف يعمل، لكن الزعفرانيه تعتبر من الاطراف يعني مناطق زحبية. نعم. زين، هسه انت كتربوي. نعم. وباختصاص. نعم. تتوقع ان وزارة التربية اريد لها انه تكون وزارة ضعيفة؟ يعني مقصودة هاي العملية؟ لو هو هذا الوضع العام هو هالشكل موجود ولازم نرضى به، والحلول ترقيعية دائما وماكو حل. بالعكس، يعني ماكو يعني اي شخص سواء وزير ومعالي وزير وهاي يعمل يعني من اجل النجاح ومن اجل لا اقصد سيد الوزير الحالي، اقصد يعني الاخطاء المتراكمه خلال السنوات الماضيه لحد الان. لحد الان طبعا انت الاخطاء المتراكمه موجوده، اكو مرات يعني امور لم تفعل، هذه لم تفعل اولا بالنسبه للكتب، لحد الان اغلب المدارس يعني لا احنا عندنا كتب. نعم. ماكو كتب، ابنيه شوار. مدرسيه ماكو. نعم. صفوف ماكو. نعم. رحلات ماكو. وضع اصلا هو المعلم مضغوط عليه، واكو مشكله في كيفيه فرض هيبه المعلم بالصف. تمام. مشاكل كثيره جنبه، احنا نريد من يصنع حل على ارض الواقع حتى نقول والله مدارسنا استبشرنا خير، وضعنا صار غير شكل، مدارسنا غير شكل، طالبنا جاي بنطالع من بيتهم يدخل للمدرسه دي يحصل على تعليم جيد من خلال صف ب 45 دقيقه صحيحه مو 25 دقيقه، الدوام مو بهالطريقة، هذا ثلاثي وصاير يصير رباعي. هاي الحلول طبعا قلت لك انا، هاي الحلول المشاكل اللي توجد في يعني جنبة وزارة التربية بدناها من الكتب، كذلك الشواغر، كذلك المدارس، هذه كلها اضافة الى الكثافة السكانية. يعني كثافة يعني شلون لازم نحدد النسل يعني على مود الرحلات على عدد الرحلات الموجودة بالمدرسة؟ الكثافة السكانية في بغداد تسوي يعني عاد يعني، وهذه ماكو يعني طاقة استيعابية للمدارس. ابني مدارس المدارس يعني المدارس يعني هناك ضوابط، هاي الضوابط توضعها وزارة المالية، وزارة التربية، مجلس الوزراء. هسه هاي المدرسة بناء قديم تتحمل يصير طابق ثالث؟ لا لا لا، ماكو عندنا طابق ثالث يعني، ماكو طابق ثالث، طابقين يعني، طابق ثالث ماكو عندنا احنا. طابق اول؟ هاي طابق ثاني. ثاني. طابق ثاني اي. ما يتحمل فوقها بناء اخر؟ لا 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 ما يتحمل، احنا بالنسبه للضوابط احنا ضوابطنا ونظام الوزاره اولا الصف لازم يكون مكشوف مطل غيره، لا يتعدد في الطوابق يعني. شو هالمدارس الاهليه الله وكيلك، بيوت صغار وكرفانات ومدري شنو يعني قاعد. اكو بيها مدارس مخالفه يعني، اكو مخالفات كثيره. ومخالفات وتتحمل هم وزارة التربية. هسه أنت إن شاء الله إذا توفرت لك فرصة أنه تكون عضو مجلس محافظة بغداد بإذن الله سبحانه وتعالى، شنو أول الخطوات تسويها من أجل تغيير وجه الواقع التربوي بالعراق؟ أولا واقع التربوي في بغداد يعني أول شيء هو بناء المدارس. بناء المدارس. قد تكلف المدرسة تعرف؟ يعني تكلف أكثر من مليارين، مليار ونص، مليارين يعني، مليارين ثلاثة يعني. هذا لا شب صف هذا بالنسبه يعني تعرف نظام الصفوف يعني اكثر من يعني 12 صف،
يعني 12. اكو شخص عسكري بالشرطه الاتحاديه كان يجمع على 1000 دينار ما ادري تمام، بنى مدارس وبنى بيوت وكذا وهيك شيء. بس اسمح لي، هذا الشخص ليش ما واحد يستفاد من خبرته؟ هي هذا هذه طوعيه ولي خالف مو هذا الطوعي. بس اسمح لي، هذا الاستاذ بسمح لي استاذ الله يحفظه، هذا الشخص اللي هو بالشرطه الاتحاديه ما اعرف وين يداوم، الله يحفظك الله يحفظك على مجهودك وانسانيتك ورقيك لتجمع 1000 دينار وتبني مجمعات سكنيه وتبني مدارس، شجاع انت. مثل هيك شخص نوعي المفروض ينتبهون عليه اصحاب الشان. تعال يابا تعال، انت شلون بدك تكلف؟ ايش قد تكلفك هاي المدرسه من تبنيها؟ مثل يقول مثلا 120 مليون او 140 مليون. تعال يابا جماعه التجاريه الهندسيه المعروفين، شو هنا يقول 120، شو هنا يقول 500 مليون مثلا يعني. أي. تمام لو مو تمام؟ نعم. حتى يكون مثال يحتذى به. مو ينترك. مو صحيح. فقلت لك انا بالنسبه للمدرسه يعني لازم وفق ضوابط، هاي الضوابط يعني اولا الصفوف وعدد الصفوف، المساحه، للمختبرات، الامور اللوجستيه، الحاسوب الغير، القاعات الاخرى، فقط ليس بالصفوف، اداره المدرسه، قواطع يعني مدرسه المتكامل، النظام يعني النظام تربوي موجوده بالمتنبي واسعارها مناسبه، وسائل التوضيحيه، كل هاي الاشياء اللي المفروض الطالب يحصل عليها موجوده كبناء. انا اقصد لك ليس كبناء، حتى البناء، حتى البناء مو مكلف. تمام لو ممتاز. بس احنا الفساد والبوك اللي موجودين في وزاره التربيه مع الاسف وفي كل اروقه الدوله اللي ما دخلونا نفتح راسنا ورجلينا، هذا هو اهم شيء. الافه من الافات اللي اكلت يعني ونخرت وزاره التربيه هو الفساد الاداري والمالي، وهذا يعني اولا يعني تعرف ما يعني ما له مشكله لحد الان. الحل لازم يعني هناك اخوه متصدين ان شاء الله بقوه الله، ونحن معهم ان شاء الله اذا وفقنا في هذا العمل وفي هذا الجانب، وان شاء الله تصدينا العمل نعمل على هذا الوضع، وهذا الوضع يعني الوضع المالي والاداري نشوفه سوف يعالج. يعالج اولا يعني باللي يعني اللي يصير يعني بحيث يعني ننهض بالواقع التربوي بالواقع يعني التعليمي. أريد أسألك سؤال. نعم. عضو مجلس محافظة المفروض يكون جريء. نعم. شجاع في طرح القرارات، لو مجامل دبلوماسي. اولا كل شخص يتصدى لازم يكون قائد ميداني، قائد ميداني، وثالثا جريء وصاحب قرار، وصاحب القرار ليس لا وسطي ولا غيره ولا تابع ولا حزبي، لازم اللي يتصدى يكون مهني بعيدا عن الامور الاخرى. اذا كان صاحب قرار وجريء في قراراته وتصديه للعمل وكان نظيفا ونزيها يعمل، لكن اذا هناك كان تابعا او غيره او غير نظيفا لا يعمل، وكذلك يحفظ الاجنده هي لا تصلح المجتمع ولا تصلح العمليه التربويه بصوره عامه والخدمه وخدمه بغداد. بعدك موجود بالخدمه؟ ان شاء الله موجود. نعم. كل دوامك شوي اعرف عن دوامك. نعم. تعبيش الدوام تعبيش تترك العمل. نعم دوامنا ان شاء الله هو يبدا 8 صباحا والثامنة ونصف صباحا، نتوجه الى المدير العام لتربيه الرصافه الثانيه وننطلق يعني من هناك الى يعني اللي الاشراف على المدارس ومثل الاطلاع على واقع المدرسه. الاسبوع كم مدرسه تابع؟ يعني حسب يعني مدارس مرات يعني امور تحقيقيه وامور زياره وامور تسويه يعني ليس شرط يعني يم الله يلعب. تعطي خبر المدير المدرسه قبل ما تجي؟ لا 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 ما نعطي خبر. لا 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 ما ليش؟ مو قصه يعني مباغته ولا فرشي، بالعكس احنا صديق له عون له، ولا الشرطه جايين ولا متربصين له، بس بقدر الامكان هو هذا النظام السيستم يعني الحمد لله والشكر للعام عاملين عليه وفق النظام التربوي. يعني لكن مرات يعني نحاول يعني نتصل على المدير موجود ما موجود، ودوامك اليوم ايش وقت مو صحيح، هذا يعني ظهري ولا صباحي ولا غيره يعني وفق الخطة. أنا اقصد يعني مثلا اكو من يتصل مشرفين تربويين يتصل يقول له اليوم حضرنا الريوق مثلا اكو شيء تتريق يمك اليوم ابو فلان يا بي اوكي ما ادري شنو كذا، فالموضوع يخضع للمجاملة، بالتالي يتم التغطية على بعض المدراء اذا كانوا مقصرين في اداء واجبهم. تتفق وياي بهذا الكلام؟ بالعكس هاي توجد حالات يعني فرديه او يعني ما اعتقد يعني توصل الى درجه الانسان المهني وكذلك التربوي والحمد لله اللي يعالج هاي الامور. لا بالعكس يعني بالعكس يعني اكو يعني الحمد لله يعني مدرانا اصدقائنا اخوتنا يعني اعزاء علينا من واقعنا، واحنا كليتنا كنا مدراء وحاسين بهاي الوضع بهذه، لكن توصل الى درجه هكذا لا لا مستحيل. سؤال اخير لو سمحت، المعلم فارض هيبته بالصف؟ يخاف
بالعكس المعلم دائما يكون يعني هو يعني قائد، يعني وقائد ويكون مسؤول وتربوي ومهني، لكن الافرازات الاخيره يعني طالب يعني اولا هم حمايه المعلم، المعلم يعني مرات تعرف تصير هاي الحالات، لكن مو الكل، اكو مرات حالات يعني هذا المعلم بالصف شو يسوي؟ اكو قرار لجنه الانضباط، لجنه الانضباط تتكون من المدير وكذلك يحيل مذكره ومجلس المدرسين، ويعني الطالب يفصل او مثلا يترك لما بقى من سنه او ينقل خارج، هذه اكو ضوابط تفعل هاي الضوابط مهما كان يكون طالب. هو الطالب شنو ليش سمي طالب؟ يطلب اولا التربيه والتعليم قبل كل شيء وثم العلم، لذلك لازم. اذا صارت المشكله عشائريه المدير شنو دوره؟ المشاكل عشائريه يعني هاي حالات تصير هم فرديه استاذ يعني. بس كثرت بالاونه الاخيره في مو بس بغداد، في كل المحافظات العراقيه، واكو اساتذه ومعلمين تعرضوا، نساء ورجال تعرضوا للضرب والاهانه وكسر اليد الى غيره. المدرسه احنا يعني الامانه هسه اللي امامنا يعني اكثر من 1400 طالب، ايش قد يطلعون يعني بالسنه؟ واحد. هاي حالة حتى بالعشيرة وبالبيت وبالشارع يطلعون حالات فردية هاي، لكن لا تعمم ولا كذلك تخصص على جميع الناس. وهاي فد آليات جديدة مثلا نقدر من خلالها نحمي المعلم بحيث يكون إلى حصانة، حصانة معلم، ترى المعلم في كل دول العالم المتحضر والراقي يحسبوا له ألف حساب من كل شيء، بس عندنا هنا بالعراق، عندنا بالعراق موجود قانون، قانون هو القانون يعني النظام التربوي وكذلك يعني يخصص يعني وهو عقوبات، عقوبات فقط. احنا عندنا بالنظر شزرا الى المدرس او المعلم يفصل شزرا، يعني تعرف شنو شزرا؟ يعني خزره. هذا يعني الامانه هذا قانوننا ماشيين عليه، فلذلك ما اعرف يعني اللي يصور يقول مثل كذا المعلم او المدرس او غيره او تعرف يهان، لا بالعكس يعني الحمد لله اكو حمايه، بس لازم هم تبقى شخصيه المدرس وشخصيه المعلم وكذلك شخصيه المدير وشخصيه القائد. زين عباس، تتفق مع من يقول انه المدرسين بعض المدرسين بحاجه الى دورات في كيفيه التعامل مع الطالب ودرس شخصيته واحتوائه؟ اكو مدرسين عندنا احنا نذكرهم كل الزين، يعني من يدخل الصف نتمنى بس يدخلنا هل قد ما شخصيته رائعه ويعرف شلون يتعامل ويا الطلاب ويوصل الماده بطريقه ذكيه، واكو مدرسين لا ما نريد نشوفه اسلوبه حلو. هذا هاي الشريحه من المدرسين اللي ما يعرفون يتعاملون او طرائق تدريسهم فاشله، مو المفروض يخضعون الى دورات تقويميه؟ الدورات جاريه، اكو دورات لكن ليس بالمستوى المطلوب، اكو طرق تدريس وكذلك يعني هناك يعني بالكلية اللي دارس المعلم أو المدرس يعني دار يعني علوم النفس وكذلك علاقته بالطالب وأسلوبه بالصف وطريقة تعامله وطريقة يعني مرات الطريقة المحببة من قبل المدرس والمعلم وحتى كذلك من مدير المدرسة، الكشف مثل الكشافة أكسب الكشافة، الطالب بداخل الصف أشجعهم في المناسبات مثلا أيام يعني عيد الطالب إلى آخر من الأمور، الطالب الذي يتفوق يعني في دروسه العلمية كذلك يكرم، أكو مثلا حقوق، أكو ثواب وعقاب، أكو واجبات على الطالب المفروض مثلا هذا الطالب يشجع، هاي كلها الأمانة. كذلك استدعاء أولياء الأمور هم يعني علاقتهم علاقة يعني المفروض ولي الأمر ومجلس المدرسين مجلس الآباء يعني هناك يعني علاقة وطيدة، وهذه لازم تطور كيف؟ أولا بالتواصل، السؤال غيره إلى آخر شيء، احترام يعني احترامي مثلا يعني المدرس عن طريق يبدأ أولا مجلس المعلمين وكذلك مجلس الآباء يكون يعني أول حلقة وصل، كذلك مع المرشد التربوي، هاي كلها الأجندة وكل العوامل كلها تؤدي إلى نجاح العملية التربوية، لكن تبقى أولا المدرس يكون قائد ميداني شجاع، ثالثا صاحب علمية، صاحب يبتعد عن الأمور والمحابات، يبتعد إذا كان مدرس مثلا يعني جامل مدرس خارج المدرسة، هاي شنو المجاملات، أما مثلا لا سامح الله نقول هذه درس خصوصي كذا غير تصير الحالات، فلذلك يفرض يعني يفرق بين طالب وطالب، وهاي لك توجد هم حالات فردية يعني، لذلك من عانى من عدها إن شاء الله بصير قانون يعني يوقع المدرس بعدم التدريس الخصوصي. راتبه مجزي، بس أنت مشرف تربوي ايش قد راتبك؟ يعني فوق المليون. فوق المليون؟ اي تعتبره فوق المليون يعني راتب مجزي بالنسبه يعني للامانه، يعني تعرف يعني فوق المليون هو كل من اولا وفق يعني السلم الوظيفي وكذلك، لكن الحمد لله والشكر يعني الحمد لله عندك مولده يعني عندك طلبه بالكليه عندك مصاريف يكفيك المليون؟ اكو يعني لا هو ما يسد الحاجه يعني ما يسد، اكو مدرسين يضطر يدرس خصوصي ما لا بس هو انا اقول لك بس يدرس خصوصي يعني يكون عبء على طلبته وعلى طلابه وعلى غيره وعلى وضعه، احنا ما نشجع يعني لا ما نسألك سؤال استاذ بلا زحمه عليك، انت ايش قد عندك خدمه؟
خدمتي 32 سنة. كم قطعة أرض حصلت؟ ما عندي. كم سيارة حصلت؟ ما عندي سيارة. شنو اللي يدفعك انه تقدم هذا المنجز وانت كل شيء ما محصل كحقوق من الدولة؟ اولا احنا هذا الموضوع وهذا يعني لازم نصده، كل انسان شريف نزيه يعني ان شاء الله نكون يعني على قدر المسؤولية، لا نقوم نفسنا ولا نقول نحن، لكن الواقع المرير وكذلك اللي عشناه وكذلك لازم نصده، نصده لهذا الوضع، نصده لبغداد من اجل خدمة بغداد، من اجل النهوض والتواصل من اجل بغداد، النهوض بالواقع الخدمي، النهوض بالواقع التربوي، كذلك ليس المجال يعني منافع شخصية وغيره، احنا خلصنا احنا كذلك من عوائل الشهداء، شهداء البعث، مو هيجي حتى لحد الان حقوقنا يعني للامانه ما مستلمينه، مو هيجي، لكن رغم ذلك يعني ان ذلك لازم نصده، الناس الشريفه النزيهه الغير العموم لازم تحارب المفسدين. انت من الشهداء؟ نعم من عوائل الشهداء. من عوائل الشهداء، نعم. وبالتالي كم شهيد عندك؟ شهيد يعني اخي. اخوك؟ نعم. شو وقت استشهد؟ بنظام صدام. اي من عوائل الشهداء، انعدمي. وين؟ نعم. يا مكان شو؟ بالعماره. بالعماره. نعم. ليش انعدم؟ انعدم يعني وفق يعني خط كان سابقا يعني. اي وبالتالي حقوقه ما اخذتوها؟ لا يعني لحد الان ماكو. ماكو يعني بس بدل نقدي 10 ملايين وكفى. اي كان متزوج؟ اي لا ما متزوج. متزوج. انا اتمنى لك كل التوفيق وان شاء الله يا ربي تكون عضو مجلس محافظه بغداد. ان شاء الله. وتقدم منجز كبير. نعم. تغير من وجه الواقع التربوي ان شاء الله. هو اهم شيء ان شاء الله الحمد لله والشكر، وفي الختام نقول التوفيق للجميع، التوفيق لقائمه ابشر يا عراق، هذه القائمه هاي قائمه دماء الشهداء، دماء يعني شهداء آل الحكيم وغير، وكذلك بحر العلوم والسيد الصدر، وهذه القائمه ان شاء الله هي سليله يعني المرجعيه، وان شاء الله نتمنى قائمه كل العراقيين، كل العراق، نعم كل العراق يعني بها الشيعه بها، نعم 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 كل القوام، يعني ان شاء الله نتمنى التوفيق والنجاح للجميع من اجل النهوض والتصدي لواقع بغداد وخدمه بغداد، وان شاء الله نكون على قدر المسؤوليه ونخدم هذا الوطن وخدمه المجتمع بصوره عامه، ليس فقط بغداد ولا كذلك زعفرانيه وانما نعم. اشكرك جدا. اذا المشاهد الكرام اتمنى عليكم انه يوم 18/12 تنتخبون الشخص اللي تعتقدون انه هو يقدر يغير وعنده كلمه وشخص واثق من خطواته، عنده خبرة في التعامل مع ميدانه من أجل النهوض بواقعنا وتغييره إلى واقع أكثر خدمة للمواطن العراقي وخصوصا البغدادي. انتظرونا بعد هذا الفصل. أهلا بكم من جديد مشاهدي الكرام، احنا انتقلنا من منطقة إلى أخرى حاليا، طبعا اكيد في بغداد في جانب الرصافه بالعبيدي، وارد اراويكم في هذه المدرسه بالله العظيم يعني خلف الله على اداره المدرسه والمدرسين او المعلمين شلون ينطون ماده بهاي المدرسه. تشوفوها قدامكم هاي المدرسه، مدرسه كرفانيه موجوده بالعبيدي بهاي المنطقه، واحنا بسنه نهايه 2023. يعني أنا بس أريد أسأل سؤال، هيش مناطق شنو ما تستحق تعليم بخير، ما تستحق مدارس مرتبة، ليش دائما مهمولة هاي المناطق؟ ليش؟ أكو قصدية بالموضوع لو شنو؟ لو ما يستحقون ذول الناس مدارس بيها خير، بس أريد أفهم، لو يعتبرون يعني درجة ثانية لو درجة ثالثة كمواطنين، هاي تشوفوها مدرسة كرفانية، مو قلنا الكرفانات بعد ممنوع وكذا وهيك شيء ولازم تلغى؟ واحد يقول مو احنا هاي سويناها على عجالة ومشونا اياها يلا هسه مو صالحة، كلها مزنجرة باعوها وهيك قايلة وكذا وبلوكات خالين فوقها. على كل مرحبا استاذ. مرحبا يا حبيبي، الله يسلمك. الحمد لله وشكرا. الله يسلمك. اكرم. الله يبارك. شو اسمها هاي المنطقة؟ هاي منطقة العبيدي. منطقة العبيدي محل 762. اي العبيدي يعني اكو هذا الشارع، هذا ابد ما صارت له شارع. ليش؟ ابد. يعني انا اقول لك هسه اذا تجيب التكنولوجيا نفسيتها ما راح تصلحها. شنو معضلته ما نعرف. بمجاري؟ مجاري بي. مي. مي بي. بس يعني تنسد خلال إذا اليوم سووها أسمى اليوم جوي
نظفوها، بالليل تعال تلقاها شيء حمر. وما مبلط؟ ماكو، لا ماكو، يعني هسه هذا كله طين. زين، هاي وحده، هاي المدرسه اللي انت قبل شويه تحدثت عنها، هاي المدرسه يعني خلف الله على اللي موجودين داير حبل يمها، اللي يجي يتبرع ولا ماكو شيء. تفضل، مشرفك بيا عام هسه احنا 2023، هاي بالصيف شو تسوي؟ لا تخلي طالب براحته، لا تخلي هسه هي المدارس اللي هسه البنايات الطبيعيه تلقاه ميت حر وتلقاه الى درجه يرثى لها. زين، بينما هسه احنا وين يعني كرب ابنك يداوم بها؟ احنا ولد المنطقه يعني. زين، فنعاني من هواي معاناه عندنا. سوق هذا شو اسمه؟ هو سوق العبيدي. زين، هاي دائره، هاي مدرسه، هاي مدرسة بنت قبل تقريبا 3 سنوات. والله مشاهدينا الكرام، ايضا اكو شخصية مرشحة لانتخابات مجالس محافظات. استاذ بلا زحمة عليك، تفضل يمي، الله يخليك. استاذنا العزيز تفضل يمي. سمعتك قبل اللقاء سلمت علي بحرارة هيك يعني، وقلت لك منين تعرفه؟ قلت لي هذا شمعة المنطقة. يعني نسأل الله سبحانه وتعالى يوفقك. الله يا مرحبا أستاذ، يا مرحبا. فالزم المايك وقول لي ليش هو شمعة المنطقة. أول شيء أبو سعد مشهودت له، هسه احنا بالنسبة أن احنا شغلنا على الشارع العام بداية العبيدي، يجي يسألون على أبو سعد من خارج المنطقة. الطفل يدلي، ما نقول الشايب، خلنا نقول عابر المرحلة، الطفل يدلي ومحبوب بين الناس. زين، وعلاقتنا بي يعني المنطقه كلها، مو بيت وبيتين، المنطقه كلها. وانت هسه اي واحد بالشارع استضيفه هنا وقل له ابو سعد شنو؟ انسان طيب. شفت هسه قبل شوي وقفوا يمه جماعه، انسان طيب، انسان محبوب، يراعي مشاعر الناس، خدمته للناس هوايه. زين، واكو فد فقره الوحيده انا اللي دائما اتردد عليه، ما عنده مصلحه ماديه من عن باتل. يعني شنو مصلحه ماديه؟ ما افتهم. مثل باقي الناس. والله يعني ما يسوي زيديات امام مقابل شيء. ماكو. جيد، هذا شيء ممتاز. زين، انا اشكرك جدا يا حبيبي. شكرا. مرحبا استاذ. الله يسلمك. الله يخليك. الله يعزك. بخير الحمد لله. الله يسلمك. بالتالي اريدك تعرف نفسك للساده المشاهدين. خلي المايك بيدك. ماشي. المرشح سامي منشد محمد كسارة الشمري، مرشح عن ابشر يا عراق، قائمة 143، تسلسل 13. بالتالي شنو اللي دفعك ترشح لانتخابات مجالس المحافظة؟ رشحت يعني للانتخابات من أجل بغداد، من أجل بناء بغداد. يعني بغداد يعني بالوقت الحاضر بقية العواصم متخلفة، ما بيها يعني ما بيها. شنو اللي البناء اللي بيها؟ شنو يعني بس الصبغ مال الشارع وتبليط الشارع؟ هاي الإمارات، تروح دبي، تروح لتركيا، تروح لباقي الدول، العواصم مالتها أجمل ما تكون. وإحنا بغداد هي الإرث للوطن العربي كله. يعني بغداد مهملة. ليش برأيك هيك مهملة؟ مهملة يعني من النظام السابق، هسا النظام السابق عوفة، هسا الحالي الصراعات السياسية بين الكتل السياسية، ماكو يعني صراعات سياسية، ماكو يعني كل واحد يقول أنا اللي أريد أبني، وهذا اللي يبني، وهذا يفلش، وهذا ما يعني. والدليل هاي مدرسة، الدليل هاي مدرسة، مدرسة احنا 2023 مدرسة كرفانات، يعني مدرسة 2000 ال مزينكم مدرسة؟ ها يعني 2023 احنا وين؟ بأفغانستان مثلا، يعني بلد لا بي نفط لا بي شو اسمه، احنا الميزانية انفجارية. يعني ايش قد تكلف الدولة هاي؟ ايش قد تكلف؟ مليون يعني؟ مليار مثلا؟ ايش قد تكلف؟ شارع من هسه اذا يخلون المواطنين يلمونها هم يبنونها احسن مدرسه. شارع من الشوارع اللي قاعد يذبون عليه رصيف على الخالي بلاش. يعني ما مدرسه ما مدرسه. صرت عضو مجلس محافظه، شو تسوي هنا لمنطقتك؟ منطقتي يعني مو منطقتي بس، بغداد كلها. انا راح اصير ملك للشعب، ملك للمواطنين كلهم، ما خص منطقتي بس. ليش بس منطقتي؟ هاي بغداد كلها الي يصير. يعني بس منطقتي شو تسوي؟ اطورها، شوارعها، ابني جسور، ابني مدارس، ابني هاي الاحياء
الاحياء اللي هسه بائسه، لا بها تبليط، لا بها مجاري، لا بها شسبه، هاي التجاوزات اساعدهم ابني لهم مساكن، هاي النهروان فارغه، احولهم من ارض من هاي احولهم، هم تستفاد الدوله تستثمر وهم المواطن يكون احسن. هسه هاي المناطق ايش راح يطلع من ايدها؟ اطفالها ايش تطلع من ايدها؟ لا مدارس ولا شوارع ولا هاي، شنو شي يطلع من ايدها؟ زين انت استاذ تركز على التعليم انت؟ طبعا التعليم. ليش تركز على التعليم؟ هو الاساس التعليم بالبلد، ابتدائيه راح تعطي تربيه وتعليم، وراح ينشا جيل جديد يحب البلد ويحب الوطن ويقدم ويحب الوطن والبلد ويقدم ما هو افضل، ونقدم له للطفل ما هو افضل واحسن. على المود ينشا بتربيه صحيحه ويحب ويقدم. شو هسه الطفل شلون ده ينشا يعني؟ معاناه هاي الشوارع، اذا تشوف هذا الشارع من هنا زين شلون يجي الطفل؟ يجي على كرفانات، على كرفان شنو؟ كرفان بي 90 طالب، كرفان بي 90 طالب والدرس والثلاث مدارس. مشاهد الكرام احنا يعني كنا نقدر نصور يعني وكذا وناخذ موافقه ونصور، بس يعني لان الموضوع انتخابي وبدنا نلتقي بمرشحين وهيك شيء، فما يصير يعني ندخل داخل اي دائره حكوميه وممتثلين لقرارات المفوضيه. ممنوع، بس مجرد نوصل الفكره. الهدف من هذا الموضوع، احنا بالعبيدي اكو مدرسه كرفانيه، وهاي المدرسه الكرفانيه حقيقه يجب انتشال الوضع بها لان كلش مزري بصراحه. بس انا اكبر باداره المدرسه والمعلمين والمدرسين جزاهم الله الف خير، دي يحاولون يادون اللي عليهم. تفضل. المشرف العام طب على مدرسه البارحه، طب على مدرسه شاف ولي الامر يسوي تكرم قعاده مال الحمامات، اجى وش قام يسوي؟ انتبهوا وتعلموا منه وكذا. زين انت مشرف عام صح لو لا؟ مشرف عام، واجى ولي امر عنده طالب صف اول راح له قال له بابا، يسولف ولي الامر قال له بابا ما عندنا حمامات براس احد ما نقدر. اجى هو يشتغل بقوته اليومي يعني، اجى وجاب التكرم القاعده مال الحمامات وسواها، وفجاه طب عليه منه المشرف العام. زين ظل يرحب بي، المفروض منو اللي يصير اللي المشرف العام؟ منو يصير اللي نفسه اللي جاب القاعده وسواها ظل يرحب بي على مال من؟ زين انت شنو شغلك؟ لو الدوله محتاجه قاعده انت شنو شغلك؟ على كل بالتالي مشاهدينا الكرام، يا الكادر المتقدم بالدوله العراقيه بالحكومه بدءا من رئيس الجمهورية، رئيس الوزراء، كل الأخوة البرلمانيين، إن شاء الله أعضاء مجلس المحافظة، إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى، مسألة وزارة التربية يعني المفروض العراق كله يوقف على تك رجل بما يخص وزارة التربية. هذا الملف أخطر ملف وأهم ملف، لأن من خلاله هؤلاء يحصلون على علم، ومن يحصلون على علم يعني إدراك، يعني وعي، يعني رقي، يعني اختيار، يعني قرار، يعني دولة قوية صحيحة، يعني بلد يعرف وين رايح وش يريد، يعني مجتمع صحي. أرجوكم. زين بعد شنو الأمور اللي تقدر تسويها؟ بناء مدارس. زين بناء المدارس ليش بناء الكلاسيكي القديم يعني العلم أسهل تنبني، هاي الهندسة الحديثة، بناء مدارس ثلاث طوابق مدارس نظامية، يعني صفوف هواية، مدارس هواية، قاعات هواية، مختبرات، يعني الطالب يطب للمدرسة ما يحتاج يرجع للبيت يعيد يعني. حتى وبعدين المدارس ليش ثلاثية؟ ايش قد راح يعطي درس؟ ربع ساعة او نص ساعة درس ما يلحق. زين ليش تفليش المدارس وتهديمها بداية العام الدراسي؟ يعني العطلة المدرسية ما حصلتوا موافقة؟ ماكو تخطيط؟ ماكو شو اسمه؟ احنا اهم فقرة مثل ما قلت جنابك التربية. وبالتالي مشاهدينا الكرام يعني مسألة التركيز على واقع التعليم مسؤولية الجميع حقيقة. مسؤولية وزارة التربية وكذلك الجهات المتنفذة بالعراق ومسؤولية الإعلام. كل القنوات الفضائية، كل من يعتقد انه هو اعلامي او صحفي المفروض يوقف عند وزاره التربيه بصراحه. العراق بحاجه الى شعب، نسبه الاميه ازدادت كلش بالعراق، نسبه الاميه زياده مو طبيعيه يعني. وسبب شنو؟
يعني خريج يبيع بالسوق ما عنده تعيين. يعني ما اقصد الاميه بالنسبه اللي 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 ما يروح بالمدرسه ليش يبطل وما يقرا ويكتب ليش يبطل هو ليش يبطل وليش ما يودونه؟ ظروفه زين ظروفه صعبه ظروفه صعبه يفتحون مدارس اهليه زين هاي تزيد من الكاهل لو ما تزيد من كاهل العوائل مدارس. يعني انا اجي هسه المدرسه والقط ابني 90 طالب بالصف الشير ايش راح يصير؟ هسه واحد يشوفنا يقول عذرا يعني يقول هسه هو يعني هو ابن المنطقه وكذا ومرشح ربما يريد على مود مركز يعني بالدوله وكذا وامتيازات عذرا يعني شو تجاوبه؟ انا ما محتاج المركز انا اهلي وناسي وكلهم يقدروني ويحترموني وكلهم يردون المركز ما راح يضيف لي فشي المركز بالعكس راح يتعبني ويجهدني لخدمه الناس. وش لك بهالدوخه والتعب؟ لان معاناه الناس ما حد جاي يطالب لهم يوصل للبكان المعين ويترك وبعد حتى ويشيل من المنطقه ويشيل وما يقدم. انا عندي عهد امام الله وامام الناس لا اغير بيتي ولا اغير السيم كارت مالتي. عهد امام الله مو امام الناس. مو بس هاي واقدم خدمه لهم ويجون يدقون بابي يقولوا لي ليش؟ واذا ما قدمت خدمه انا استقيل راسا وما عندنا ضغوطات. شو تقول للناخب العراقي يوم 18/12 المفروض انتخابات؟ شو تقول للناس بصوره عامه؟ احشد الناس للخروج من اجل التغيير. التغيير بيد المواطنين. اذا ما يطلع راح يبقون نفسهم ونفس الوجوه ونفس الهاي. التغيير المواطن هو صاحب التغيير. لا ينتخبني اني ينتخب اكو ناس هواي مرشحه ناس خيره وناس اهل عمل ومعروفين خلي ينتخبونهم. مو شرط اني ينتخبون. ما يعني هاي 5000 ما بيهم ناس يقدمون خدمه؟ انا على كل التوفيق. الله يسلمك. شكرا جزيلا. اذا مشاهدي الكرام انتظرونا بعد هذا الفاصل. اهلا بكم من جديد مشاهدي الكرام في هذا الجزء الاخر من برنامج ابشر. حقيقه امراه عراقيه أصيلة. أول ما دخلنا إلها هنا في هذا البيت المبارك إن شاء الله يعني حقيقة شعرنا أنه إحنا بيت أهلنا ونتعامل ويا إنسانة فعلا يعني أم حقيقية أم عراقية أصيلة حقيقية. أيضا هي مرشحة لانتخابات مجالس المحافظات وإحنا تحديدا بمنطقة اسمها حي النصر. وحي النصر عندي ذكريات بها كثيرة من ضمنها أنه في يوم من الأيام صورت بيت الشهيد السعيد جاسم شبار والله سبحانه وتعالى يعني كرمني بأن أكون سبب في شراء دار إله الحمد لله وشكر. فأول ما دخلت للشارع الرئيسي ذكرت تفاصيل كثيرة واكتشفت أنه أكو تغير عمراني لكن بسيط بس جيد ناحية التبليط على مناطق تنبني بطريقة لطيفة لكن أكو شوارع بعدها مع الأسف في مناطق أخرى قريبة من حي النصر. بالإضافة إلى هذا المعمل مال ثرمستور راح نتناقش بهواية مواضيع مع هذه الشخصية بعد أن تعرفنا بنفسها ونشوف ليش قدمت الانتخابات مجالس المحافظات وشنو همها وشنو طموحها وين تريد توصل وش تريد تحقق في ظل مثل هكذا مناطق. هذه المناطق مشاهدينا الكرام يعني مناطق أنا أعتبرها كمواطن عراقي أصيلة. ليش؟ لأن أبسط شيء قدمت أبنائها شهداء لحفظ وحدة العراق ولحفظ كرامة العراق ومقدسات العراق. ذلك لازم يصير بها اهتمام كبير وعلى كل النواحي مو بس تبليط وبيوت لو مدارس لو مستشفى لو مستوصف من كل شيء. ومع الأسف هي تحتاج ولحد الآن الكل شيء. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. ربي يحفظك. يا أهلا وسهلا. احنا نشكر جدا على حسن الضيافة وكذلك على طريقة التعامل تعامل فينا بطريقة كلش
لطيفة، وشعرنا أنه إحنا فعلا ولدك بصراحة وأخوتك. أيوة الكادر الله يحفظك، الكادر كله يعني تلمس هذا الشيء، وطبعا ببركة الحج زوجك موجود هم الله يحفظه، والأولاد مثنى وآدم والله يحفظه وعلاوي الله يحفظكم ويعمر هذا البيت. عرفينا بنفسك بالبداية. مايك يمي. أنا المرشحة ثريا عزيز رداد العقيلي على قائمة إبشر يا عراق، قائمة 143 تسلسل 26. نتشرف بيش. أنت خريجة إنجليزي؟ خريجة تربية جامعة بغداد قسم اللغة الإنجليزية. نتشرف بيش. أهلا وسهلا. شنو اللي دفعك أنه تقدمين لهاي الانتخابات حتى تصيرين عضوة في مجلس محافظة بغداد؟ أي أستاذ، شفت أنت المناطق مشلون، مناطق تقريبا منكوبة. نعم. ومع العلم أنها أكثر المناطق اللي قدمت شهداء وتضحيات للوطن. نعم. واللي لبت نداء المرجعية. نعم. هنا من مناطقنا هسه لو تشوف عدد الشهداء هنا بكثرة، بس قلة الخدمات. قلة الخدمات شفت بعينك من إجيت هسه أستاذ زيارتنا، وأهلا وسهلا بك مرة ثانية. شفت الخدمات، الشوارع تعبانة وكلها مطبات، المدارس تقريبا هنا قلة ومعدومة، ومدارس كرفانية عندنا اثنين هسه بحي النصر، مدارس كرفانية مدرسة الزهد ومدرسة الأمير وكرفانية وتعبانة، وقلة الكوادر هنا، قلة الاهتمام بالمدارس، قلة حتى الرحلات والمستلزمات اللي يطلبها أبسط طالب بالمدرسة. وبالتالي هالمدارس الكرفانية موجودة قريبة هنا عليكم؟ قريبة؟ هاي هنا الحين نصف. وهاي هاي أنا أتذكر مرة يمكن صورت هيك مدرسة وبعدها يعني في وقتها كان يعني ما قدرنا ندخل للمدرسة، قالوا لنا جيبوا موافقة وما موافقة وكذا. زين من ذاك الوقت من 2017 موجودة تمام؟ موجودة مو؟ إيه لحد موجود. الآن واليوم إحنا في نهاية 23، من حلت مشكلتها؟ من بنت بمكانها مدارس يعني شوية تليق بأهالي هذه المنطقة الكرماء؟ أستاذ يعني رغم أن المنطقة هنا فقيرة، إمكانياتها محدودة، بس كلها يعني عازمة توصل أولادها، وأكهم هنا يدرسون طبية وشهادات وعدهم يعني كفاءات، يعني رغم الجوعهم ورغم فقرهم وحالتهم الضعيفة يوصلون أولادهم. ومو بس هيك ست، يعني هو قايليها قبل أنه من الألم تخرج الشخصيات القوية والمبدعة، و لأن إحنا شفنا الكثير من المبدعين والرياضيين منين طلعوا؟ من المناطق الشعبية. أي والله أستاذ، نادرا ما نلقى يعني ذول الأرستقراطيين، يعني مع أنه يتمشى للجامعة تمشي أو القريبة تكون من بيته أو المدرسة تكون، هو من الألم تطلع الشخصيات اللي تعمر وتبني وتعرف شلون تتعامل ويا الواقع وشلون تضحي وشلون تقدم. على كل زين، ردت أسألك، هذا الشارع الرئيسي اللي هو يعتبر من يسموه سياحي، سياحي اللي هو يبدي منين؟ من حي نصر تقريبا، من حي البتول اللي هي هاي المطاعم وما أعرف شنو، إلى طمر الصحي. طمر الصحي ويفتر بعد يستمر. يستمر. زين هذا الطمر الصحي بعده موجود؟ بعده موجود. وشنو هسه يعني إلى متى راح يبقى هيجي؟ والله نأمل إنه طمر الصحي إن شاء الله ينتهي ويندفن. نعم. لأن مقابل مدارس. مدارس اثنين أنا هم داخل مصور بيها. أي. مقابل، وهم إقامة الناس هسه شوية تتوسع يعني. تعرف هنا عوائل مركبة. الأب والأبن والجداد وهاي ما عندهم دخلهم، فيروحون على الزراعي أو يفرشون هاي الأرض يدفنوها ويسكنون بيها. يعني هسه هذا الطمر الصحي هسه بدأ يندفن؟ يندفن قليل. ودي يقعدون بيها يعني؟ تقعد ناس بيها. ليش يسوون ناس بيها؟ زين انت لو توفرت لك فرصه ان شاء الله صرتي عضو مجلس محافظه، شنو تسوين اهالي هاي المنطقه تحديدا قبل ما نحكي عن بغداد؟ بعد هي هاي يعني اكثر الناس تعبانه، الاطراف هي تعطي اصوات تعطي تضحيات بس خدمات ما توصلت، الشوارعها تعبانه وكلها تتبلط. تتبلط طبعا. نعم. المياه اكو مناطق تنقطع عنها يومين المياه، يلا تجيها يعني هذا ترتيب جدول ماشي هيك، بين يومين يلا تجي المياه. هذا المي من يجي نظيف؟ لا طبعا مو نظيف، ماكو مي صالح للشرب ابد والله، وقليل هم ما صالح للشرب وهم قليل. نعم. مدارس تعبانه. نعم. هذا الطمر الصحي يكون واحد يستغله يبني بيه يطمره على مود شويه نظافه جو نظيف. نعم. هاي عندنا هنا معامل هناك قبل ما على هد النظام البائد كانت
معاملة المستوى، واحد يستغلها يبني بها مدرسة، يبني بها فد قاعة. عندكم مستوصف هنا؟ مستوصف ما عندنا، بحي النصر اكو، بالحسينية اكو. شوف هاي المنطقة شقد مساحتها، كثافة السكانية، كثافة السكانية كلش هواية. ماكو مستوصف؟ ماكو مستوصف. يعني هسه اقل واحد، هسه احنا تعرف هاي المناطق يعني زراعية وتعمل، لو ينقرص فد شيء واحد ينقرص بليل يعني من ازدحامات يجوز يموت، يلا يوصل يصير بيه شيء جوز يموت يلا يوصل. على اعتبار ان المستوصف بعيد. بعيد، استاذ بعيد. زين هذا هنا المعمل مال ثيرمستون، هذا الهيكل باقي بس هيكل حديد من بس هيكل إيه؟ ليش ما يستثمرون يسوون يبنون بيه مستوصف او مستشفى؟ نجيب هاي الاشياء ونطالب بيها بلكت الله نقدر نوصلها، نوصل صوت الناس. احنا ناس استاذ احنا عايشين بنص المعاناه، يعني ماكو احد ينقل لنا المعاناه، احنا ناس يعني من نفس المنطقه. انا هسه بينات هاي الاشياء كلها انا عايشه. انت ليش رشحتي؟ ليش؟ شنو السبب؟ شنو اللي دفعك انه تقولين انا خلص لازم اوصل صوت اهالي هاي المنطقه واكون عضوه مجلس محافظه؟ ليش؟ شنو السبب؟ اولا هم مطالبه الناس الي، هم طلبوا من عندك. اي والله ان امثلهم. هذا الشيء يعني من عندهم وتشجيع من عندهم، وانا اشوف بنفسي ان شاء الله اكون كفوءه واقدم لهم اللي هم يردونه. مثل المدارس، نبني لنا مدرسه للبنات هنا، ما عندنا مدرسه قريبه هنا للبنات. راح يمشون خطوط يعني، شوف للعماري، شوف وين يروحون، وين اكو مدارس ماكو اصلا مدرسه هنا مال البنات. نعم نضيف لهم مدرسة مال بنات. بعد نحتاج مدارس، نلغي هاي المدارس الكرفانية. هو مو نلغيها يعني بنظام مثل نظامين، مدرسة تصير مرتين الدوام أو ثلاث دوامات، هذا مو حل أستاذ. كل مدرسة خصوصيتها يعني، بدوامها وإدارتها وغرفها يعني ثلاث دوامات شفتها من الطالب. بالإضافة إلى ذلك أنه المدرسة نفسها تستهلك. تستهلك إيه ولا تستهلك، وما وكل من مدير يدبعها. زين أنت خلال هاي الفترة شنو الأشياء اللي سويتيها للمنطقة؟ والله احنا قبل لا هاي، قبل الترشيح اني الحمد لله والشكر انا وجماعتي وصديقاتي اللي وياي بالتربيه وجماعتنا ولدنا يعني وناسنا ونقولها قبيلتنا يعني، نجمع كل شهر نساعد الناس. مثل اكو واحد مثل اليوم ما عنده جيزر، اكو ما عنده سقف، اكو عنده مريض. شلون تعرفون انه هاي العائله ما عندهم جيزر؟ يعرفوننا احنا، نتواصل ومن ناس تعرف استاذ، التواصل صار سهل يعني. نعم. وانتو جروبات مسوين؟ جروبات مسوين استاذ عادي يعني، جروب حي النصر يشترون بيه حاله. تعرفون انه هاي العائله مثلا عائله محتاجه عمليه او منكوبه او عندهم مثل مريض وما يقدرون، او عندهم حتى دفن ما ناس ما عنده يموت احد والله العظيم. بس كم مره يخابرونا انه ما عندهم فلوس دفن. والله هيك حاله يعني، هذا هيك بحاله يعني، شو تسوي انت انسان يعني؟ اول ما تقول انا عربي يعني مسلم يعني، هذا ابن المنطقه يعني، هذا واجب علي اسوي. وانا ما الحمد لله والشكر يعني، الله خلانا سبب في قضاء حاجات الناس، هاي نعمه من الله والله. قضاء حاجه الناس نعمه من الله، انك هي لا تملون نعم فتذهب الى غيركم، صحيح ولا؟ هاي نعمه من الله. نشارك مثل اللي يحتاج ملابس للمدرسه بدايه الموسم، جناط، قرطاسيه، ملازم، كتب نقدر نجيب لهم، مثل يعني هيك نقدر نسوي لهم. تتصلون بيهم تقولوا لهم كذا وفرنا هذا؟ او هم يتصلون او ناس من ناس تجي. ممتاز. اكو مثل هسه عندنا مثل استاذ على سبيل المثال يعني استاذ جبار ليلو موجود يعني، حتى من استاذ جبار ليلو واحد يعني مساعدة الناس، عنده يعني مجاميع من الناس، عنده بها سجلات، عنده بها يعني يتواصل ويا النجف، يتواصل ويا كربلاء، يتواصل ويا التجار، يعني هاي الناس المحتاجة عوائل عوائل. زين. اي حتى من كانت الكورونا ما قطعوا التواصل ويا الناس. جاي يستمرون وياهم ويصلونهم كل حاجات. زين انا سمعتي شو سلة تقولين قبل شوية، تقولين اني بالتربية. بالتربية وين داومين بالتربية؟ تربية انا بالرصافة الثانية قسم الأطراف، تربية الأطراف. شنو طبيعة عملك؟ بغداد. أنا مسؤول وثائق بالموارد البشرية. وثائق. مسؤولة الوثائق يعني إنسان. يعني مستمسكات اللي يقدمها الموظف، لو الوثائق الدراسية، الوثائق المعلمين، الموظفين، المدرسين. شو نسمع دائما أكو تزوير بالوثائق، هذا مزور بالوثائق، هذا كذا، يكتشفون هذا مزور. أكو طبعا دائما نلقى. زين هاي شلون يقدمها وتقبلوها وبعدين تكتشفون انه هو مزور بالوثائق؟ شوف الوثيقه اللي يقدمها، اي وثيقه تقدم انه كانت ابتدائيه او ثالث متوسط او سادس اعدادي، مسائي، مهني، جامعه، كل المراحل يسوي بها صحه صدور. من اين يعني انطلقت هاي؟ منين طلعت؟ وتكشفون؟ كم وحده شفتوا؟ انا لحد هنا يمكن سته. سته. وزين هاي عرفتي هاي الوثيقه مزوره، شو تسوي؟ شنو الاجراء مالت؟ طبعا اسوي مطالعه بها للاشراف وللمدير طبعا، اول ما المدير يهمشها، وبعدين اسوي بها مطالعه للرصافه الثانيه للاشراف. حتى شو يصير وراها؟ بعد هم اجراءاتهم
يدزون عليه قطعون راتبه تحقيق لجان تحقيقيه تطلع بيه. هم اكو مثل هيك اشياء تطمطم وهيك وكذا؟ والله ما ادري يعني لحد الان لا. المهم انت بس تكشفين انا اكشفها واكتب بها مطالعه بحيث يوقعوا لي على المطالعه وهاي انها خلص بعدها دورك خلص. اي تبقى هي اللجان يعني المسؤوله تحقيق اللجان يعني الاشراف شوف هم القانونيه مالتهم شوف متابعتهم شنو. هنا بحي النصر اكو مجمعات سكنيه حديثه تنبني؟ لا والله ماكو. شفت شلون الناس شلون ما كان حتى هيك يعني سندويتش وهيك يعني بس ناس كوها يبيعون عتيق ويبيعون كذا شغلتهم على عتيق يعني ذاك اليوم جتني مريه يعني والله حتى ايتها مشقوقه من العتيق هي نساء تشتغل بي والله نساء. ما عندهم رعايه مثلا؟ مشكله الرعايه يعني اللي يقدم يقول لك انا مقدم صار لي سنه صار لي ست اشهر صار لي سنتين صار مقدم وجاي الباحث وكاتب له تحت خط الفقر شنو اللي معطلهم؟ يعني انا من خلال يعني اذاعتكم شنو اللي اعطلهم حتى اللي يكملون الاجراءات؟ اكو مريه جتني قالت والله مات انا رجلي وبعد ما مستلم الرعايه صرت تتحول الي يعني مات وما شاف الرعايه. اكو ناس طلعت لهم بس مو بالشيء المطلوب بالوقت الصحيح تتاخر كذا تتأخر. بس والله نشوف انه هسه وزاره العمل تشتغل بصراحه تشتغل والله تشتغل بطريقه محترمه يعني بصراحه بس الاعداد هواي الاعداد هواي صحيح ذوي الاعاقه الناس المحتاجه المرضى يعني هواي المفروض بعد اكثر احنا ما اقول ما مشتغله لا مشتغلين هم وناس طلعت لهم رعايه وبكثره وزياده راتب الرعايه. زين تسال السؤال ست بلا زحمة معليش لو انت مثلا ان شاء الله تكوني العضو في محافظه بغداد تفكرين انه مثلا تشغلين الطبقات اللي المفروض تكون عامله بهاي المناطق حتى تكون اكثر انتاجا واخص بالذكر هنا النساء اللي هم ما عندهم شغل ما عندهم راتب رعايه ما عندهم راتب دوله الدوله تتكفل في بناء معامل معامل خياطه اي معمل المهم ينتج ماده يستفاد من عندها المواطن العراقي وتشغيل الايدي العامله تفكرين بهيك شيء؟ اي والله افكر ضروري واحد بس ابسط استاذ ابسط مثال احنا هسه الموارد الموجوده هنا معامل الثرامات هذا العتيق وما عتيق انت تطرقت حضرتك له هسه جاي يشتغلون يعني ياخذون العتيق وبعدين يسوون حبيبات اشغل فد شيء يعني ينتج هذا الشيء ويصير همينه تشغيل ايدي العامله وهم الاستفاده من ايدها للجميع للجميع الكل بالاضافه للمعامل الاخرى التي لربما تكون مثل الخياطه حياكه احنا يعني العراق غير كان بلد منتج لكل شيء العفو حتى الاحذيه هسه كل هاي هنا موارد موجوده جلود كل شيء موجود كل شيء موجود اي بس محل اشغل المعامل من جديد وخليها تشتغل وتكون منتجه والجميع يستفاد من عندها الكل يستفاد وتشغيل ايدي العامله ليش ضالين هيك يعني بالضبط زين سؤال هسه انت ان شاء الله الله ييسر لك وتفوزين ان شاء الله تكونين عضو مجلس محافظه بغداد شنو رسالتك للناخب العراقي شو تقولي له؟ والله اقول له صوتك من ذهب فاختار الصوت الصح اللي واثق انه ما يوم يبيع صوتك او ما يوم يتخلى عن مبادئه ويوصل الاشياء الواجبه يوصل اشيائك وصوتك له وخدمات لك ان شاء الله بنالك كل التوفيق ست الله يسلمك الله يحفظكم ربي يحفظك شكرا جزيلا شكرا شكرا خطوتكم عزيزه علينا الله يحفظكم شكرا جزيلا. اذا مشاهدينا الكرام انتظرونا بعد هذا الفاصل ومرشح اخر أهلا بكم من جديد مشاهدين الكرام وشخصية أخرى عشائرية مقدمة أيضا إلى انتخابات مجالس المحافظات هنا في بغداد تعرف عليها وشوف أيضا شنو همومها وتطلعاتها وش تقدر تسوي لواقع مدينتها بالإضافة إلى كل الأمور اللي شفناها هنا بالمنطقة. احنا حاليا في منطقة الباوية على كل راح نعرف من عند الكثير الكثير إن شاء الله من الأمور اللي تحتاجها هذه المنطقة والخدمات وأريد نعرف من عنده ليش رشح نفسه لانتخابات مجالس المحافظة. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وأهلا وسهلا الله بقناة الأيام القناة المميزة حقيقة قناة الشعب العراقي قناة الطبقة الفقيرة قناة الصوت الحر اللي دائما يصدح بالحق. اهلا وسهلا بكم وشرفتونا بجيتكم الله يعافيك. خلينا ندار لك شويه حتى ركز شفت شويه ثقيل اي الامور صار غير شكلها الله يحفظك عيوني انت ان شاء الله دائما مقامك عالي ووزنك مرموق بين اهلك وناسك ومحافظتك بغداد. شيخنا اريدك تعرف نفسك للساده المشاهدين رقم التسلسل والقائمه. انا الشيخ ابو جعفر
ستار رحيم هارف الكعبي عن قائمة ابشر يا عراق 143 رقم القائمة مالتنا، واللي اتشرف اكون احد ابنائها. اني تسلسل مرشح مستقيل تسلسلي 21 بالقائمة مع اخواني الموجودين، ونتأمل التغيير الواقع المر الواقع الخدمي الواقع الموجود من بنى تحتية مدارس مستوصفات كل الموجودة، القضايا اللي موجودة تهم المواطن البسيط المواطن البغدادي بما يليق بغدادنا العزيزة بغدادنا الحبيبة بغداد التاريخ بغداد العراقة بغداد مثوى الإمامين الجوادين بغداد هاي أم الشعراء والمثقفين هاي بغداد الولادة للأدباء والسفر الحضاري الكبير لبغداد. يتطلب من يمنا أنه نشد الأزر في خدمة هذه المدينة العريقة اللي كانت مميزة ولا زالت عطر التاريخ وأبق التاريخ الممتاز العبق الصافي اللي يحسه أبناء الأمة الإسلامية والعربية ببغدادنا العظيمة. فهذه مسؤولية مضاعفة علينا تتطلب من يمنا أنه نقدم كل ما يمكننا، وهذا سبب ترشيحنا أخي العزيز. اليوم مناطق بغداد أغلبها هذه المنطقة اللي إحنا بيها شو اسمها بالضبط، هذه منطقة المعامل قضاء الزوراء بالضبط، أنت هسه قاعد بسوق الباوية يسمون المنطقة اللي هي كان اسمها حي الزهراء الأصلي، لكن مع السنين إنه كان بها السوق والسوق ينسب إلى عشيرة الباوية هم أقدم الناس الموجودين هنا فسميت سوق الباوية. هذه المنطقة أنا أصنفها من المناطق ليست المحروبة وإنما من المناطق المنكوبة. أخي العزيز هذه الآن تعاني معاناة كلش كبيرة، أولاً مجاري ثقيلة للصرف الصحي ما موجودة بيها، شبكة الكهرباء متهرئة وقديمة وتحتاج إلى تبديل شامل وأنا مسؤول عن كلامي. المي أيام الصيف عدة قطاعات منطقة المعامل ما يوصلها المي الصافي. المي أنا اللي يعني اللي يحز بقلبي أنه نمتلك إحنا أحدث مشروعين للماء في محافظة بغداد، لكن ماينا يوصل كله طين. وين الكلور؟ وين المسؤولين؟ وين المهم الشوارع تحتاج إلى تبليط، المدارس وما أدراك ما المدارس. حقيقة نعاني معاناة كلش كبيرة. أولاً إحنا أغلب مدارسنا كرفانات، الطالب الواحد الصف الواحد ب90 طالب يفترشون الأرض. الحمامات أجلكم الله حدث ولا حرج، لا بها مي ولا بها حنفية ولا بها، يعني واقع مزري. ليش هذا؟ هذا بس اسمح لي شيخنا اسمح لي خلي داخل وياك شوي اعطينا مجال اعطينا عطول. تفضل تفضل لك مسألة بدأت. مسألة يعني هاي في كل مدارس العراق ماكو اهتمام بالحمامات مرافقات الصحية. يعني هسه عرفنا رحلات ماكو، عرفنا الصفوف متهالكة، عرفنا البناية بحاجة إلى أكثر من صف، عرفنا كهرباء مدرسين قليلين. يصير ليش هاي دائما ونشوفها في كل المدارس اكو اهمال وكانه اهمال متعمد، وشويه شويه صار الموضوع طبيعي انه مدرسه ما بيها حمامات تشتغل بشكل صحيح. نعم. ليش انا في سنه من السنوات واوجه التحيه للست الفاضله كوكب المالكي مسؤوله جمعيه المراه المستقله، حقيقة تعاوننا وياها احنا كشيوخ عشائر بالمنطقة وجبتها المدرسة. تصور جبنا الحنفيات وجبنا التجهيزات وجبنا كذا خليناها بباكيتات وهذا، واجينا دخلنا يم المدير وقلنا للمدير يا بشتغلوا هاي الجمعية مال المرأة واحنا اللي قدرنا عليها وهذا. تصور تدري شو يقول؟ يقول انا ما اقدر اقول للحرفيين وما اقدر اقول للفراشين عمال النظافة خف ما يعرفوها بعض الناس، ما أقدر أقول لهم تعالوا اشتغلوا. قلت له عجيب لعد أنا وياك نشتغل بيها، يعني تصور الواقع ليش ما يقدر وصل ما يقدر يحاكيهم ويقول لهم، لأنه يعني المشاريع هاي كلها اللي جاي تنفذ حقيقة ما بيها ماكو رقابة صحيحة.
ماكو رقابه على هذه الاعمال اللي جاي تنجز. اخي العزيز، احنا اخواننا المصريين شو يقولون؟ عندهم فد مثل يقول المال السايب يعلم على السرقه، وفعلا جاي نعاين عليه ونشوفه بمستوصفاتنا وبمدارسنا. احنا جانب الرقابه عندنا كلش ضعيف، وذاك من ذاك اللي يتحزم عزام من صدق ويقول الجانب الجانب هذا الجانب الرقابي اريد افعله من صدق. اما يصطدم بالناس اللي هم يعني عندهم تطلعات اخرى، تطلعات شخصيه اكثر مما تطلعات للوطن، واكثر ما تطلعات للناس، واكثر ما يكون تطلعهم لوجه الله الكريم. الحال شنو؟ الحال ابدال الفاسد بناس يعني هذا الشعب شعب العراق، شعب العراق، والعراق ولاد بطاقات وكفاءات ونزاهة، وأكو من حريص على بلده، وأكو من يخاف على بلده، وأكو من يريد يخدم بلده بصورة صحيحة. أنا لحاجيك يعني من سنة 90 عندي دبلوم محاسبة بالمناسبة، أنا شهادة الدبلوم محاسبة، أنتم الشرف. يعني أخي العزيز 33 سنة أنا ما يوم واحد ما متوظف بالدولة العراقية. يعني لما ما يجي شخص ويقول هذا إنسان فاسد، عجبا أنت شلون حكمت علي بالفساد؟ أنا أول مرة أرشح نفسي للانتخابات، لما ما شفنا الواقع مزري نادانا نداء الوطن، هذا حب الوطن، هذا نعم. بلادنا، نريد نخدم بلادنا، نريد نعم. نقدم لبلادنا، نريد تكون بلادنا بمصاف الدول المتقدمة. يعني هاي الناس النزيهة، الناس اللي تحرص على البلد، لا تقل للعراقيين ما بيهم نزيهين، لا تقل للعراقيين ما بيهم أكفاء، لا والله الزينين أكثر من الموزينين. لكن للأسف احنا اختياراتنا كانت بالدورات السابقة اختياراتنا مو صحيحة اللي وصلتنا لهذا الحال. أما الآن نشوف بكتلتنا، وما أريد بس أقول بكتلتنا، بكل نعم. الكتل نعم. بس أنا اللي لمسته بكتلة أبشر يا عراق، تلقى ناس غير مجربين سابقا أول مرة يرشحون نفسهم المجالس المحافظات والمجالس البلد، وشباب أيضا، وتدري وشباب، وحتى الناس الكبار السن خامات وطنية وقامات وطنية طيبة وأكاديميين ومن مختلف أبشر يا عراق. إن أنا من قلت مستقل وأنا مسؤول عن كلامي، يعني الناس اللي ويانا سواء كان بالمجلس الأعلى أخواننا أو الأحزاب أو الانتفاضة أو الكذا، يعني حرصوا حرص إنه يجيبوننا إحنا المستقلين، ودقيقة وتدقيق بهاي الشخصيات، إنه تكون شخصيات نزيهة ما ملوثة أيديها سابقا بالتهم الفساد، وناس أكفاء وجايين عندهم الرغبة في سبيل يخدمون بلادهم ويخدمون منطقة. فمن هذا المنبر الكريم أنا أطالب الدولة، حكومتنا الموقرة، دعم شيوخ العشائر، يكون للدولة موقف. وموقف شلون تدعمهم؟ من خلال شنو؟ والله القضايا هي أغلب القضايا تعرض على مراكز الشرطة وعلى هذا وعلى قضاء. على القضاء، على المحاكم. فهذا رئيس العشيرة من توصل لمركز الشرطة ومن توصل للقضاء هنا يقولوا له ستوب، احنا بعد انت ما تتدخل بالأمور، المفروض إلى صوت مسموع، المفروض إلى صوت الشيخ العشيرة، وخصوصا انه اذا خليناها بالمراكز وبالمحاكم، مع احترامي وتقدير المحاكمنا والمراكز الشرطة والجهودهم المبذولة في حفظ الأمين، يعني هذا اليوم المجتمع شئنا ما بين المجتمع عشائري، وشيخ العشيرة يمثل نواة كبيرة بالمجتمع. كل العشائر العراقية تطبق القانون وتحترم القانون؟ والله إذا أكو كل العشائر العراقية تطبق القانون وكل المواطنين، ما يصير خروقات بالقانون مثل ما هذا. أنا ما أقدر أجزم لك وأقول شون أقدر إذا أني يعني أدعم العشيرة وبنفس الوقت أنصر القانون. القانون نصرة القانون وتقويم القانون هذا بيد الدولة، مو أنا وإنت القانون. أما إحنا كعشائر
نطالب دائما لان الدوله هي الاقوى، الطرف الاقوى، الطرف شو تطالبون بشنو؟ نطالبهم بدعم شيوخ العشائر. يعني شيخ العشيره شنو يحسبون فلوس؟ لا لا لا، الدعم المعنوي، الدعم اللي يكون صوته مسموع. انا ابارك خطوه وزاره الداخليه اللي عندها لجنه لفض المنازعات، حقيقه اكو من المعضلات اللي جاي تحدث بالداخل المجتمع انه نشوف هذه كلها يدزوها للجان الموجوده بالداخليه، وبها شيوخ عشائر معتبرين لهم ثقلهم العشائري، لهم واصلين الى درجه النضج بالمشاكل. والدقه العشائري، الدقه العشائريه مرفوضه قلبا وقالبا، بعدها موجوده الدقه العشائريه، ترجعنا الى ما قبل عصور التاريخ. بعدها موجوده؟ موجوده، وما اقول لك 100% خاصه في هاي المناطق. والله احنا منطقتنا نقول عليها يعني النزر القليل بيها، يعني نعم. هذه المنطقه كونها انه منطقه شعبيه، لكن بجهود الخيرين، بجهود الساده، بجهود شيوخ العشائر الموجودين هنا، اللحمه الموجوده هنا بالمنطقه لحمه كلش قويه. يعني شيوخ العشائر بيناتهم متكاتفين ومتصاهرين، ودائما هذا يحول عند هذا وهذا يحول عند هذا. فانت هسه نشوف هاي مناطقنا من السيطره الى المقبره، احنا نقول سلف واحد، مدينه واحده، ناس واحده، عرب واحده. فمجرد انه تصير مشكله تلقى يهرعون الساده والاجلاء والشيوخ والوجهاء يهرعون الى حل هذه المعضله قبل ما تاخذ مدايات. يوم 18/12 انتخابات، قوه الله ان شاء الله. فما اعرف شنو رسالتك للمواطن العراقي المفروض يطلع ينتخب؟ والله انا اقول للعراقيين هذه ديمقراطيه، واول شيء، اول وجه من اوجه الديمقراطيه هو الانتخاب. احنا الان عندنا دستور، والدستور مالنا يقول انقلاب عسكري ماكو. دستورنا يقول اذا ردت توصل توصل من خلال صناديق الانتخاب. فالاخوان اوجه نداء لكل ابناء الشعب، اذا ردتوا التغيير الواقع فسبيلكم لتغيير واقعكم هو صندوق الانتخاب. وانطوا صوتكم للانسان النزيه الغير مجرب، للانسان اللي يحب خدمه بلده وخدمة منطقته. هذه معركة انتخابية، لكن معركة بيها أصول وبيها مقومات ومسنودة من الدولة، من القانون. أنا أوجه نداء لأبناء الشعب العراقي، لا تقصرون في عملية التغيير. إحنا محتاجين تغيير الواقع، الواقع الخدمي مر، وإحنا نشوف البنى التحتية خصوصا محافظة بغداد، يعني نقول انه اذا صح التعبير نقول بغداد عباره عن خربه باقيه. فاذا احنا اذا ما انتخبنا عناصر جديده واكفاء وتتحمل المسؤوليه ومعروفه من لدن الجماهير اللي راح صحتها للمجلس، احنا بعد ما نقدر نغير واقعنا، راح نبقى هاي خلال هاي الاربع سنوات. بسؤال اخير شيخنا، بسؤال اخير شيخنا، انت حضرتك رشحت للمجلس حتى تفيد اهالي منطقتك لو لتغيير وضعك ومركزك الاجتماعي؟ انا الحمد لله وشكر وضعي الاجتماعي جيد ومركزي الاجتماعي جيد، وما راح يصير لي فد اضافه قويه انه لما ما اصير بالمجلس. لكن يعني حمايه مثلا اربع يصيرون وياك؟ انا ما محتاج الحمايه، وحقك اذا مشيت وحدي وبهذا عقالي بكل مناطق بغداد، لله الحمد محترم ومحبوب ومقدر كوني انا جاي اخدم العالم. شو قبل سيارتك حجي؟ انا ما عندي سياره، انا لا املك سياره، واملك بيت بارض زراعيه، لكن اقول الحمد لله والشكر، الستر والعافيه موجوده، ومو شرط انه انت تريد. شلون تتنقل من يصير عندكم لا سمح الله مشكله عشائريه؟ والله مرات حتى بالتكتك. اتشرف بك، الله شاهد ويسمعونا اهل المعامل. وانا من خلال منبركم الكريم اذا انا اتحدى واحد يقول ابو جعفر راد يصعد بسيارك، ما ادري ايش يسمونها، حتى في احدى
جولات الميدانية، وهذا عشيرة عقيل المحترمة خوال عقيل منطقة الحسينية بالمعامل، دزوا علي ونزلت من سايبة، والسايبة كان وضعها عمينا الأخ عند سايبة خالي، ونزلت من سايبة، فالإخوان من نزلت من السايبة ما زحوني، يعني تلقوني بالدرب وجه المرشح ويريد يسولف ويانا، وها قال أبو جعفر وين الحماية، وين الجكسارات، وين التهوات، مو تهو اسمها هاي السيارة الحديثة. قلت لهم يابا أنا رجال عشائري وما عندي لا أملك سيارة تاهو لا أملك لوري ولا أملك سيارة. بس هي اليوم أصبحت يعني من مكملات، ماكو يعني إنه شيخ العشائر لازم سيارته فارية وحديثة وكذا. لا 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 مو انطباع، أكو شيوخ عشائر أعرفهم وشيوخ تنبتية وشيوخ عامين، ترى مو كل شيخ شيخ، خليها بباله. إحنا قبل عندنا الشيخ العام يسمى شيخ. زين أنا قبل ما الآن لفظة شيخ تطلق على كل واحد يمشي بالمشاكل العشائرية ويلبس زي العربي الأصيل. الشيخ الشيخ العام، أما شيوخ رؤساء الأفخاذ هذا يقولون عليه خير، هذا يقولون عليه ابن جاويد. أما أعرف أني عند هاي النقطة شيخنا بسمح لي أنا المخرج دي أشر لي عندي طلب من عندك. الأول طبعا أشرف بيك واللي قلته كليته، هاي شجاعة اليوم الشيخ اللي يحكي بهالقوة هاي وهالثقة بالنفس، هذا شجاع حقيقة. ما عندنا شيء يخاف منه، الله يبارك بيك. لكن إحنا جايك من الطريق هذا اللي يسمونه السياحي وصولا إليك، وشفنا بزل بزل بزهرة النيل وببطالة وبمياه آسنة وقدام البيوت، فما أعرف هاي شي يسموه هذا البزل وليش متروك، ومن تتسنى إن شاء الله منصب عضو مجلس محافظة بغداد راح تلقوله شارة هذا البزيل. هذا البزيل ناقذ المنطقة نوب. نعم على هالوضع ماله مياه الأمطار، لو ما هذا البزيل ومسوين ساقية فوق سطحية تروح بهذا البزيل كان هذه المعامل تغرق كل مطرة، مجرد تمطر عشر دقائق ربع ساعة تمطر. هذا البزل نقذ المنطقة من الغارة، يعني هاي مثل البصرة. نعم بس أكو فت شغلة احنا نعاني من يمها، هذا المستشفى الفرنسي التركي، وانا قابلت مع وجهاء المنطقة وشيوخ وسادتها. واجهنا الدكتور حيدر العبادي جزاه الله ألف خير ايام المظاهرات مال المعامل. عندنا المستشفى الفرنسي وهذا المستشفى الفرنسي التركي، هذا طلبوا من يمنا الا يصير مجاري ثقيله اجلكم الله يلا ينبني هذا المستشفى ويلا ينفتح، لانه وكيل وزاره الصحه قال هذه مطالب منظمه الصحه العالميه، وهو فعلا كلامه صحيح. والمنطقه ما فيها مجاري، احنا شردنا من المسؤولين على المنطقه، وانا هذه من اولياتي خلي يسمعونا اهل المعامل، انه المجاري ايش راح يسوونها؟ راح يسوون مجاري من المستشفى التركي يذبونها بنهر دياله، وهاي راح تكلف اكثر، كلفتها اكثر، والمجاري تصير اطول، بينما هو الطريق الصحيح اللي راح يخدم المنطقه واقصر وكلفه اقل، وتستفاد من يمه منطقه سوق الباويه ومنطقه الحسينيه ومنطقه سوق العقيلي، انه هذا نسوي المجاري الثقيله من الحسينية إلى سوق العقيلي إلى منطقة البزل اللي مريت بها حضرتك، حتى نربطها ويا المجاري الثقيلة اللي منطقة العماري، هاي راح توفر هذا من المناطق الثلاث أنه يكون عندنا مجاري ثقيلة، وبذلك نخلص من هذه التبعات. واحدة من الحلول، أنا أتمنى لك كل التوفيق إن شاء الله، رب نشوفك عضو مجلس محافظة بغداد، كل التوفيق لك إن شاء الله. شكرا لشجاعتك، وأنتم مشاهدي الكرام انتظرونا بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مشاهدين الكرام، مرشح آخر الأستاذ حسن ساهي العقيلي أبو الشهداء. أريد نعرف من عنده، هو رئيس نادي موجود هنا أيضا في منطقة الباوية المعامل، مو بالضبط، ونتعرف عليه، تعرف عليه شخصية مهمة جدا. السلام عليكم أستاذ. عليكم السلام سال عزيز، الله يحفظكم إن شاء الله، بارك الله بكم. مكتوب أبو الشهداء. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله. نبدأ بالشهداء.
الشهداء احنا ان شاء الله عند ما تعرض البلد والمعتبات المقدسه الى هجمه شرسه من قبل شذاذ العصر الانجاس، صدرت الفتوى من المرجعيه العليا الشريفه، فهبيت انا واولادي تلبيه الفتوى، انا واولادي الثمانيه رحنا الى جبهات القتال، فقدمت ثلاثه من اولادي فداء للوطن وللعقيده. الشهيد الاول علاء حسن ساهي، الشهيد الثاني مؤمل حسن ساهي، والشهيد الثالث الفقار حسن ساهي. وين استشهدوا؟ الشهيد الاول استشهد في تكريت، والشهيد الثاني تكريت وين بها منطقه؟ في المزرعه، والشهيد الثاني استشهد في الموصل تل عبطه، الشهيد اخر واحد الشهيد الثالث الفقار استشهد في الطارمين بغداد. هم متزوجين؟ اثنين متزوجين وابو الحشد لا ما متزوج صغير. متزوجين اولادهم يمك؟ يمي ان شاء الله. مدارسهم وضعهم؟ الحمد لله وشكر، كل واحد عنده اربعه. الحمد لله وشكر. الله يبارك بيك. الله يحفظك سيد، الله يخليك ان شاء الله. ابنك الرابع. الله يحفظك، بارك الله فيك. كلهم يحفظهم. الله يحفظك استاذي عزيز، شكرا جزيلا. الله يخلي راسك ان شاء الله. شهداء حقيقة يعني ما ايش نحكي عنهم؟ الحمد لله وشكر. من وفي يعني هيك ربع. شكرا جزيلا. من اللي قدموه من اجلنا كليتنا كعراق وكشعب وكأرض وكحكومة وككل شيء. زين. كثر الله من امثالك وامثال كل انسان يقدر الشهداء وعوائل الشهداء. زين. هسه عرفني بنفسك. رقم القائمة والتسلسل وليش رشحت نفسك لانتخابات مجالس محافظات ومنو أنت؟ الأستاذ حسن ساهي مشهد العقيلي، أنا مسقط رأسي في منطقة المعامل، مرشح على كتلة إبشر يا عراق، القائمة 143 تسلسل 43. الدافع الأول اللي خلاني أرشح إلى مجلس المحافظة الإهمال اللي شفته في منطقتي من ناحية الخدمات، من ناحية إهمال الشباب، من ناحية يعني جميع النواحي، الناحية الصحية مهملة، الناحية التربوية مهملة. لكم مستشفى هنا شنو؟ المستشفى هذه صار لها 12 سنة وأصبح هذا المستشفى عبارة عن استوديو، كل مرشح وكل محافظ وكل عضو برلمان مع جل احترام لأسمائهم يجي يصور ويروح، وهذا المستشفى على حطته. والمنطقة أي إنسان يتعرض إلى حالة صحية يجب أن ينقل إلى مدينة الصدر، تعرف الطريق انت وتعرف الازدحامات. هذا النادي شنو قصته؟ هذا النادي تم تاسيسه في عام 2005 بجهود استثنائيه من قبل الكابتن احمد خلف وجهودي، متابعه حثيثه، تم تاسيس هذا النادي لانه اعتبرناه الملجا الامن للشباب، ننتشلهم من المقاهي، والنادي يفتقر الى الدعم من وزاره الشباب والرياضه. نادي فقير جدا، مجرد يعني ملعب خماسي وملعب متعدد، وإدارة الفضل يعود بناء هذا النادي الأستاذ حسين الطحان محافظ بغداد في 2005. نعم. تالي أنت شو تريد يعني؟ شو تريد تشوف غير هذا المنظر اللي نشوفه قدامنا؟ ربما مشاهدين الكرام أكو هواية زوايا في هذا النادي تقهر، يعني ما مستثمر بشكل صحيح، ما مستغل بشكل صحيح، مفروض بعد تصير بقاعات أكثر. هذه القاعات نسوة بالنوادي اللي صورناها، أتذكر نادي العزيزية كان مهمل ومتعب، نادي البياع في بغداد متعب، ما أعرف ليش يعني، ليش ليش يا عيني ليش؟ بده يقول لك ننتشل الشباب بدل ما يقعد بالمقاهي وكذا، مع احتراماتنا للمقاهي وكذا وهيك شيء المرتبة، لكن أكو عندنا أماكن أخرى يستغلون الشباب بمواد مخدرة وكريستال وكذا وإلى غير ذلك ويأخذوه إلى غير مناطق، غير يجي يستفاد الشاب يجي هنا يلقى مكان نظيف مرتب. تدرون هذا هسه اللي ده شو يسموه؟ هذا كاربي، شو يسموه؟ كاربي. نعم تعبان. احكي لهم، احكي لهم على هذا، شلون قدرت تجيبه حتى تخليه بهذا الملعب؟ هذا الكاربي اصلا هو انتهى الصلاحيه مالته، وبقيت سنه كامله اراجع جميع دوائر الدوله والاحزاب، ما حد جاب لي كاربي. اضطريت اضطرار بان اجيب انسان مستثمر يخلي له هذا الكاربد اللي هو خماسي خمس لاعبين، واخذ استثمار من عندي لمده سنتين. مع العلم هذا النادي
فقير من قبل وزاره الشباب وماكو اي دعم حاله حال منطقه. المستثمر اللي سوى اجى جاب لك اياه وش قال؟ هذا هو اخذ من عنده سنتين يعني ياخذ اللعبات كلها الى لمده سنتين. مجرد مجرد احصل على اللي هي كل ساعه بيش؟ كل ساعه يجروا ب 10,000 نعم نعم لمده سنتين هو ياخذ لمده سنتين على مود هاي الفرش. اي والله خلف الله عليه، بس يعني يعتبر هذا في شيء زين بالنسبه لك مربح؟ لا طبعا خساره. اي والله هذا النادي شو اسمه هو هذا النادي؟ نادي الائتلاف الرياضي. شنو الدعم اللي حصلته من يوم اللي موجود انت بهذا النادي لحد الان؟ ماكو اي دعم، الدعم توقف من 2018 ولحد الان. اي دعم ماكو. كان قبل يجيك دعم؟ كان يجينا بالشهر تقريبا 4-6 او كل شهرين 3 يعطونا 4 ملايين الى 6 ملايين. شو تسوي بها المبالغ؟ شاركت نعم كلام مو كرواتب، شاركت بها بالخط الاول كنا احنا درجه ثالثه. بهاي المنح لعبت الدوري صعدت درجه ثانيه، والدوري الخماسي بالصالات المغلقه اخذت بطوله العراق. ممتاز. نعم وهذا مثبت في وزاره الشباب والرياضه. بعد شو تسولف لنا عن النادي نعرف اكثر يعني؟ والله ماذا هاي الساحه شنو؟ هاي الساحه شنو؟ هاي الساحه متعدد ساحه، هاي متعدد يعني سله وطائره ويد ولا رنج لا شبكه لا دنيا. العام ما عندنا ما عندنا اي مبالغ نكسب بها الشباب حتى نقيم هاي البطولات. هاي شنو مثلا من تسال انت في الوزاره، وزاره الشباب والرياضه المسؤولين على النوادي على كذا على تجهيزها تاثيثها ربما دعمها، شو يقولوا لك؟ ما عندنا فلوس لو اقول يعني هاي المفروض تنسد هاي النوادي او تنغلق وتنبني مثلا مجمع سكني مثلا، ايش يقولوا لك؟ شو يقولوا لك؟ ما عندنا منح يعني الاجابه. روح رتب امرك انت، رتب امرك بهذا الخماسي يعني، وهذا يجيب لنا بشهر 400-500 اسوي به الالعاب الفرديه تايكواندو وملاكمة ومصارعه. وين تسوي؟ ما عندك قاعه انت؟ القاعه مال المنتدى حي النصر اللي تم انشائها من قبلي ومن قبل الكابتن احمد خلف. نعم. زين هسه قول لي شنو سبب يعني الحقيقي اللي دفعك انه ترشح لانتخابات مجلس المحافظه؟ والله استاذ انا شفت نفسي القدره والشجاعه وان اكون في خدمه اهلي وناسي. من اي ناحيه؟ من ناحيه الخدمات، الشارع حسن اللي جت بيه انت، هذا شارع يعني صح سايدا ولكن تعبان نهائيا، المستشفى صار له 12 سنه اي تقدم ما بيه لحد الان، المدارس 3 دوامات أو 4 دوامات كل شعبه بيها بالمئة طفل، الكهرباء حدثوا بلا حرج. فأحاول أن أقدم نفسي، عسى الله أن يوفقني حتى أخدم ناسي وأهلي في آخر أيام عمري إن شاء الله. احنا نتمنى لك التوفيق ونكبر بيك هذه الشبابية وهذه الروح المقاومة وهذه الروح التي يعني شو نقدر نقول عليها، مليئة بالحيوية، مليئة بالعطاء، مليئة بالخوف على أبناء مجتمعك. اتمنى لك كل التوفيق استاذ. الله يخليك استاذ عزيز، شكرا جزيلا، بارك الله بكم، شكرا على عناء الطريق والتعب، مشكورين انتم. اي والله بارك الله بكم. مشاهد الكرام بس عندي فد ملاحظه بسيطه حقيقه، يعني هاي المناطق اللي مثل ما قلت قبل شويه اللي تطلع كوادر ومن مختلف الاختصاصات، ترى من هنا من هاي المناطق المتعبه تطلع هوايه عندنا كوادر مرتبه ترفع راس العراق. من خلال شنو؟ من خلال الاختصاصات اللي تمارسها وتنشأ مثل من هكذا مكانات، من هكذا أندية. شقد اكو شباب عندنا رياضيين، مثقفين، أطباء، أدباء، مين؟ من مناطق بسيطة جدا. والله وكيلكم شوارع منبلطة تعبانة. إذا نشوف صح اكو تغيير خلال هاي الفترة، ونشكر القائمين وخصوصا السيد رئيس الوزراء المحترم أستاذ محمد الشاعر السوداني، رجل حقيقة يقدم منجز كبير. أتمنى له كل التوفيق وكل الأخوة العاملين وياه بصدق وشرف. ولكن مناطقنا يعني على مستوى بغداد والعراق أيضا بحاجة إلى ثورة من البناء والإنجاز وتغيير معالم المحافظة سواء في بغداد أو المحافظات الأخرى. وايرات خلنا نخلص منها الله يخليكم، شبكات هاي متهرئة عيدوها من جديد، محولة تجي وطنية كهرباء مو زين، ليش البارد مو زين؟ يابا ليش البارد مو زين؟ مو الواير مقطوع، يابا مو سوى مو مضبو زين، يابا يجيبوا لنا غير واير، مو لازم المهندس يقبل، يابا اتصلوا بالمهندس، مو المهندس زعلان على ابو المولدة، فمتعارك وياه. فم ايش طلعت هاي؟ ايش طلعت هاي؟ نريد ناس حقيقة تتجاوز كل المشاكل
وتقدم عطاء ومنجز الشعب العراقي يستحق ويستحق الكثير. انتظرونا بعد هذا الفاصل. أهلا بكم الجديد في محطتنا الأخيرة من برنامج أبشر. نحن الآن في قضاء المدائن ناحية النهروان منطقة الخنساء، مرشح آخر ربما مركزه، يعني من خلال مركزه وخبرته راح نعرف خبايا العمل اللي كان يطلع به باعتباره قريب من محافظة بغداد. عرفنا بنفسه، أيضا هو مرشح لانتخابات مجالس محافظات. مرحبا أستاذ. أهلا وسهلا، شلونك؟ شرفنا بك. شلون صحة؟ أهلا وسهلا. طريقكم بعيد بس اكو مناطق مزروعة وجميلة ومناطق مهمولة راح نجي إلها، لكن أول مرة أريدك تعرف نفسك للسادة المشاهدين. الاسم علي هادي قمر الدفاعي، من محافظة بغداد، قضاء المدائن ناحية النهروان، مدرس لغة عربية. تسلسل رقم قائمة؟ على قائمة أبشر العراق، رقم القائمة 143، تسلسل 10. نشرف بك. نتشرف. بالتالي احنا جايكم أهلاً وسهلاً. مساحات شاسعة المفروض تنزرع، قليل منها شفنا به خضار والباقي كله دغل وقصب ومهمول، ليش؟ السبب أولاً هذه الأراضي اللي مريت على طريقة كلها تابعة إلى قضاء المدائن، تسقى من نهر ديالة، وحالياً نهر ديالة يعني لا يوجد فيه ماء بدائل، لا توجد بدائل، أما آبار وتكون الآبار يعني دائماً ماء كثير الملوحة لا يصلح للزراعة، ولذلك لا تكون هناك زراعة في هذه المناطق. بلد بيه نهرين، مو المفروض أكو مثلاً بايبات تسحب مي من غير مكان وتجيبه توصل لهذه المناطق حتى نستفاد من عندها أرض خصبة نقدر نزرعها؟ باعتبار هذا عمل وزارة الموارد المائية هي المختصة بهذا الشأن. وين المشكلة؟ المشكلة يعني اليوم تداخلنا في طريقين. الطريق الأول باعتبار محافظة بغداد هي مسؤولة عن خدمات ومسؤولة عن ملفات خدمية. القضية الأولى يكون هناك تنسيق ما بين المحافظة، كان هناك تنسيق عالي في دعم المشاريع، وزارة الموارد المائية من خلال يعني تقديم الدعم في كري الأنهر، في إنجاز مشاريع صب الأنهر. قد يكون هناك تنسيق أسوة بوزارة التربية ووزارة الصحة، كما تعمل محافظة بغداد في دعم هذه الوزارات من خلال بناء المدارس، بناء المستوصفات الصحية، قد يكون هناك تنسيق لا بأس به. لكن وزارة الموارد المائية هي وزارة ذو سيادة اتحادية، تعمل بشكل خاص منفرد. في بعض الأحيان يكون لها تنسيق عالي مع محافظة بغداد. أنا أثناء عملنا في محافظة بغداد كإدارة مكتب محافظة بغداد، التنسيق الذي تم دعمنا به هو قضية أحواض الأسماك التي كانت غير مرخصة، وكان عمل من خلال الجرد الذي يتم به من قبل وزارة الموارد المائية يتم تزويدنا بهذه الأحواض، ويتم تعميم الكتاب على كافة الوحدات الإدارية للمحافظة، ويتم باعتبار مسؤول الوحدة الإدارية هو المسؤول الأمني الأول في المنطقة، يتم إبلاغه ويتم اتخاذ تنسيق مع القوى الماسكة الأرض في إزالة تلك الأحواض التي غير مرخصة بسبب قلة المياه. ما حصلت على جواب الأراضي اللي ما استغلت صح واستثمرت للزراعة؟ أنا طلبت من عندك أعرف بحكم خبرتك واطلاعك على معلومات كثيرة، أنه ليش ما نقدر نوصل المي من مناطق توجد بها مياه على اعتبار بلد بنهرين إلى هذه المناطق؟ عوفنا من ديالة ونهر ديالة وما أعرف شو، أنا أريد بايبات توصل مي، أريد هاي الأراضي كافي أراضي متعبة متروكة كلها أدغال مهمولة، الفلاح بدأ يتركها يبيعها تتحول إلى أراضي جرداء شيئاً فشيئاً ثم تباع. عندكم حلول؟ الحلول الأساسية هو لابد أن يكون تدخل رئيس الوزراء بشكل مباشر. ممتاز، هذا الحل الأول. الحل الثاني يتم السقي بالمرشات وليس بالأنهر، ولكن اللي بسبب يعني شحة المياه. الشيء الثالث هو دعم الفلاح، عدم وجود دعم للفلاح بشكل مباشر، يعني مثل الفلاح الآليات، البذور، شراء البذور لا تكون بأسعار غالية، وخصوصا كل تنعرف الوضع في العراق بأنه سعر الدولار هو مؤثر على السوق في ارتفاع مستمر، وهذا أثر بشكل مباشر على الأسعار، يعني شراء البذور، شراء الآلات، المعدات للفلاح كلها تكون فيها تكليف، إضافة إلى عدم وجود الماء يكون تكلف الفلاح، فتكون هناك خسارة في العمل، واعتياد طبيعة عمل الحياة هو ربح وخسارة،
التجارة هي ربح وخسارة، إذا كان مشروع خاسر لا أحد يدخل في مشروع خاسر، وهذا واقع. أنت تربوي وكلفت بالعمل في محافظة بغداد. نعم. شوي أسولف لنا على هذا الموضوع. العمل في محافظة بغداد بدأ من مجلس المحافظة، لجنة التخطيط الاستراتيجي للشؤون التربوية، عملنا في هذا الجانب، ثم انتقلنا إلى مكتب ياسر. الياسر بدأنا في عام 2014 في مجلس محافظة بغداد، بعد ذلك تم انتقالنا إلى مكتب النائب الأول لمحافظة بغداد أيضا لشؤون التربية، وبعد ذلك كلفنا من خلال التنسيق مع المهندسين تشكيل لجنة متابعة خدمات مكتب النائب الأول، وكان لدينا هناك باع طويل في متابعة. لو نتحدث فقط يعني قبل ما ننتقل جانب التربية، مستشار كنت خبير، شنو صفتك؟ متابع ومستشار في. شنو الاستشارات اللي كانوا يطلبوها من عندك وأنت تقدم لهم إياها في من أجل النهوض بواقع التربية؟ يعني دراسة واقع التربية لمحافظة بغداد. في محافظة بغداد هناك مشكلة في قضايا الكوادر، يعني نقول التدريسية. الإداريين لا ما بيها مشكلة كتدريسيين، يعني قصدي كإداريين. لكن الواقع المجري في بغداد، أولا قلة الأبنية المدرسية، يعني كثر هناك يوجد دوام ثلاثي، قد يكون بعض الأحيان في بعض تم تقليل الدوام الثلاثي، يعني دوام ثنائي. إذا كان هناك دوام ثاني يعتبر إنجاز في التربية إذا كان هناك دوام ثنائي. إضافة إلى عدم وجود الدعم المالي لوزارة التربية من خلال ترميم المدارس، ما واقع حال كلية الأرفة، أغلبية المدارس هناك يعني عدم وجود ترميم لها. وزارة التربية ما عندها ميزانية؟ المختص بالترميم وزارة التربية، والمختص بالبناء في دعم المشاريع محافظة بغداد. التربية هي المسؤولة كوزارة، هي المسؤولة عن ترميم المدارس، ولكن محافظة بغداد المسؤولة عن تنفيذ المشاريع، تنفيذ البناء. البناء. بناء. بالتالي وزارة التربية شو تريد تسوي إذا المحافظة ما منفذ؟ المحافظة تبني. تبني. لكن إذا مدرسة مثلاً. ليش المحافظة ما تبني؟ بناء المدارس يعني توجد به مشكلة، يعني حسب ما أعرف خلال الموازنات الأخيرة وحسب تصريحات. وين يعني المشكلة؟ المشكلة. يعني حسب ما عرفت من الوزارة يعني قصدي وزارة المالية الموازنة، عدم وجود شراء أراضي. عدم وجود شراء أراضي وزارة التربية. عندما يكون هناك متطوع يعني شلون نقول صاحب أرض، صاحب أرض يهدي الأرض مالته وزارة التربية، حل المشكلة هو يتكلم بالموضوع. شنو هو الموضوع؟ ده يعطيكم قاع ما تردون. يعطيك قاع، مو يعطيك الأرض، يروح هو يقدم التنازل، هو يصير بالمعاملة، هو يراجع قرارات الدولة. والله علي فالقصد. لكن وين تجي هنا؟ أولاً دور المحافظة المفروض تنفذ. المحافظة التابعة، لكن هنا المحافظة ترسل كتاب، تم الكشف، ترسل كتاب وين؟ إلى عقارات الدولة. عقارات الدولة عمل إداري مقيت، روتين إداري. كيف؟ أولاً مخاطبة خمس وزارات، تجراء كشف في آن واحد، ومن يتابع؟ يتابع المتبرع بالأرض، يجمع المساحة العامة، وزارة التربية، محافظة بغداد، يعني المحافظة المختصة، أي محافظة، وهذا قوى وماسك للأرض، يعني الإجراءات الأمنية، وعقارات الدولة، والطابو، كلها يعني تخرج في يوم واحد كشف واحد. من يتابع؟ صاحب الأرض. صاحب الأرض. زين دوركم كمحافظة شو تسوون المفروض؟ المحافظ والمفروض عنده لجان هي موزعة بمسؤوليات على مثل هكذا مواضيع، وهي تتابع وتروح حتى تسرع من عملية الحصول على الأرض والبناء. التربية هي المسؤولة الأساس. ليش؟ لأن التربية هي صاحبة السند الأرض، تكون هي صاحبة السند وليس المحافظة. أنا تجرد أملاك محافظة التربية هي اللي تهيئ اللجان. أحسن. عندما تجرد يعني يسوون تنسيق بين المحافظة وبين صاحب الأرض. أحسن. ويركضون كلهم. المفروض تشكل لجنة. صاحب الأرض تبرع بالأرض. قد يكون مثلا عمليته تنازل، تقدم تنازل في وزارة الزراعة. صاحب الأرض عادة ده ينطي دونم ودونمين. نصورهم محافظاتنا العزيزة وبالعراق وفي بغداد أيضا. بالتالي يعني أدى اللي عليه، تنكم من الجهات الأخرى اللي هي المفروض مستفيدة. فليش صاحب الأرض يبقى بهاي الدوامة؟ وليش تفتر على هالقد وزارات؟ اعتبار وزارة التربية حسب تصريح مسؤول المالية والتقينا به لوزارة أحد مديريات، يقول ليس لدينا أموال مخصصة لشراء أراضي لبناء مدارس. هسه ما نريد أراضي، أكو متبرعين دي ينطون الأرض. الأرض متبرعة. هسه على أقل تقدير بلش وما طول الأرض موجودة. نحتاج إلى دعم رئيس مجلس الوزراء. كل شيء لازم احنا ندخل رئيس وزراء. السبب هنالك أموال تصرف.
وزارة المالية، عقارات الدولة لا تعطي مترا واحدا إلا مقابل مبلغ مالي، لا توجد هناك هبات من وزارة إلى وزارة، لا توجد هذا. يا أنا اليوم فلاح عندي مجموعة دونمات وزايدة وأريد أتبرع بيها إلى وزارة التربية، عقارات الدولة ليش بدها تعرقلها مثلا؟ يعني باعتبار الأرض يعني الأراضي الزراعية حسب القوانين مالتها، يعني أكو على قانون رقم واحد، أكو على قانون 117، على قانون 35، يعني إيجار أموال الدولة جزء من الإيجار مالته يتنازل من عنده صاحب الملك الأرض، الأرض مخصصة وزارة المالية لغرض الإصلاح الزراعي بشكل عام. يعني إذا كانت الأرض طابو ومن شخص المعني إجراءات تكون بتقريبا تنازل وإجراء روتيني بسيط، لكن أغلبية الأراضي الزراعية باعتبار أغلبية الأراضي ملك للدولة مثلا عمليا تجري جرد على الأراضي. المدرسة أيضا ملك للدولة، المدرسة حكومية راح تبيها، وبالتالي راح تطلع من مسؤولية صاحب الأرض اللي هو الفلاح. فإلى متى يعني هذا أدخلها في خانة شنو أستاذ؟ عذرا يعني هاي تساؤلات مواطنين، أنا يعني ما أوجه السؤال إليك وأنت صاحب يعني أعتبرك صاحب مشكلة، لا بالعكس أنت شجاع وتجيبني على أسئلتي اللي هي أسئلة المواطنين. إلى متى نبقى في خانة الروتين وربما خانة الخوف من اتخاذ قرار جريء؟ القرار يعني عندما نعود إلى الدولة جعلت الدولة كل شيء، الحكومة كل شيء في يدها. وهذا شيء أوكي ما يخالف، بس أريد أحد يتخذ قرار سريع. هذا هو إحنا قلنا الروتين الإدارة المقيت، يعني نطالب خلال هسه هذا اللقاء نطالب المكتب رئيس يعني رئيس مجلس الوزراء تشكيل لجنة عليا هي المسؤولة عن تحويل جنس الأرض من أي وزارة، يعني من أي وزارة خصوصا وزارة المالية إلى وزارة التربية لحل مشكلة الدوام الثنائي في العراق بشكل عام. بس لحد الان ما حصلنا على نتيجه، بس اللي افتهمته انه لازم كل شيء يصير في مكتب رئيس وزراء. مشاهدينا الكرام يعني هو لازم مكتب رئيس وزراء تغير جنس الارض من وزاره، الوزاره مرتبطه برئيس مجلس الوزراء. يبدو اكو تداخل بين الوزارات وبين مؤسسات الدوله، واكو خوف من اتخاذ قرار، وكتابنا وكتابكم تشكيك عدم ثقه لربما لا اللي دا اقوله مو صحيح. فعلي يا سيد رئيس الوزراء المحترم الله يخليك انت تدخل في كل التفاصيل وحل مشكله المدارس الله يحفظك من خلال مكتب رئيس الوزراء. بدأ تشوفون هذا اللقاء، بدأ تشوفون هذا الكلام اللي ده يصدر من صاحب الاختصاص وقدامه تجربة غنية، بالتالي أنت تدخل فيه هيك مواضيع. هاي مثل سالفة اللي يندعم ويريد أحد يساعده يشيله يوديه للمستشفى، يخاف يوديه للمستشفى ليش؟ ليه راح يقول له لا روح للسجن يا ما أنا أنقذته، لا ماكو أنت ما طول كذا أنت تبتلي وسرب. إذا ما أجوي أهله وعشيرته وكذا واحتراماتي العشائر كلها ويذبوها براسه. فإحنا شلون يعني شلون دابركم الله يحفظكم يا مسؤولين. أكو قرارات نحتاج بيها إلى شجاعة وإلى عراقية أصيلة من أجل أنه نطلع بنتائج. كل القنوات، كل المقدمين، كل البرامج، كل التغطيات تأكد على أنه يعني يخلون ينورون على المشكلة ويقولون يا ترى هاي المشكلة هيك حلها ومدى تنحل وما راح تنحل إلا رئيس الوزراء لأنه هو صاحب القرار الأول والأخير. أوكي وتذبه براس زين، اذا كله براس رئيس وزراء الدوائر شنو فائده وجودها اذا اكو تداخل صلاحيات واكو خوف من اتخاذ قرار، خوف لا الموضوع ينحسب غير شكل، وبعدين انا اسال قانونيا ويصير ترسم من جميع اللي وقعوا في هذا الكتاب وتصير براس ما عليه ما دخل مثلا، يعني مو هذا اللي يصير بدوائرنا؟ اي هذا تمام استاذ تمام زين اعطيك الدليل على وزارة التربية. هو اعطاك الدليل كخدمات كأرض. الشركة الصينية متعاقدة مع وزارة النفط يعني للآبار استخراج النفط خصوصا في هذه المناطق، لديها خدمة مجتمعية تقدم لخدمة المناطق القريبة من الشركة مثل النفط الصينية، تبرع ببناء مدرسة وتبرع أيضا ببناء مركز ماء يعني مديرية ماء لهذه المناطق. إلى يومنا هذا لم يتم المباشرة بالأرض ولا يتم المباشرة بمركز الماء، السبب عدم وجود سند للأرض، سند مختص بوزارة التربية وسند مختص بمديرية ماء بغداد. واضح. أريدك تحكي لي أستاذ عذرا يعني بعد عن اللجان اللي اشتغلت بها بالمحافظة، قلت لي أنا مدير مكتب المحافظ، مدير مكتب محافظ بغداد. أهم يا سنة 2019 و2020 وين شفت المحافظ بدون ذكر اسمه هذا الكاركتر أو هاي الشخصية يعني محافظ وين قوته تكون واضحة وين نقاط ضعفه؟ المحافظ القوي المتابعة الجادة ومتابعة مسؤولين المسؤولين متابعة جادة وزيارات مستمرة وأوقات مختلفة اتخاذ القرار في الوقت المناسب
عدم المجاملة ومماطلة في اتخاذ القرار، تنفيذ المشاريع في وقتها وفي سنتها المحددة، إجراء الكشوفات الأولية لكافة الوحدات الإدارية، وأن تكون لديه رؤية عامة شاملة عن محافظة بغداد وتنفيذ المشاريع التي تخدم المواطن بشكل مباشر. وهو هذا اللي كان يصير؟ بشكل عام، بشكل عام يتم جرد الكشوفات بشكل عام حسب الطلبات وحسب مسؤول الوحدات الإدارية. زين. لكن في بعض الأحيان المالية المخصصة للمحافظة تحدد المشاريع. في تحديد المشاريع تكون هناك خدمات مقدمة بسيطة في الوحدات الإدارية، باعتبار بغداد محافظة كبيرة وكثير من الوحدات الإدارية. هذه المشاريع من يحددها، المحافظة أو المجلس؟ مجلس محافظة بغداد. تصويت مجلس محافظة بغداد. بالتالي هم محاسبين وعندهم لجان، وعندهم لجان استثمار وتخطيط وكذا، فهم محاسبين حسابهم. مجلس المحافظة لديه لجان متنوعة، يعني لجان تخطيط استراتيجي، لجان تربية، لجان 23 لجنة تقريبا أكثر. بلي، لجان وأعضاء لجان ورؤساء لجان وأصحاب اختصاص. أصحاب اختصاص. فيكون تصويت مجلس محافظة، بعد التصويت يتم التنفيذ من قبل محافظ بغداد. المحافظ هنا يقول إنه التصويت على هاي المشاريع صار بطريقة مو صحيحة ورصدت مبالغ قليلة، هيك يقول، فما يتنفذ المشروع ويصير مشروع بسيط، يعني يجب أفهم من كلامه. لا مو يتحدث القصد، وزارة التخطيط أثناء تحديد المبالغ المالية، يعني مثل اليوم أنا كمحافظ بغداد قدمت مئات المشاريع، أنا متابع إلى وزارة التخطيط. التخطيط ملزم بمن؟ ملزم بموازنة محافظة بغداد. يعني يكون ملزم بموازنة محافظة بغداد، ملزم بالمبالغ المالية. المشاريع تقدمت يعني مثلا تكلف يعني كمحافظة بغداد يعني 100 مليار دينار عراقي كمثال، يعني المشاريع المقدمة تكلفتها 500 مليار دينار عراقي بقدر النسبة الزائدة 400. وزارة لا تستطيع يعني موافقة على مشاريع لا توجد لها تخصيص مالي، وأصلا يعني قرار كانت هناك قرارات سابقة يتم التنفيذ، ولذلك يتم استلام المبالغ المالية من قبل الشركات المنفذة في زمن حكومة العبادي، وصار بها إرباك، صار بها اندثار، رجعت بعدين الدولة دفعت مبالغ مالية لهذا الاندثار باعتبار هي وقفت المشاريع، هي المسؤولة عن إيقاف المشاريع. خسارة، كلها خسارة. فصارت خسارة على الدولة. فحاليا يتم تنفيذ المشاريع، يوجد تخصيص مالي ينفذ مشروع، لا يوجد تخصيص مالي لا ينفذ مشروع. أحسنت. بعد شو سولفنا عن ملاحظاتك؟ أين يخفق المحافظ؟ المحافظ يخفق في عدم متابعة المسؤولين بشكل مباشر، عدم متابعة تنفيذ المشاريع. المشاريع يعني عندما تكون لجان متابعة جادة وحقيقية في متابعة تنفيذ المشاريع تكون مشاريع ناجحة ورصينة ولا يوجد فيها أي تلكؤ. وإن كان هناك تلكؤ يكون هناك إنذار أول، إنذار ثاني، وإنذار ثالث. يعني إنذار من منو؟ من اللجان المشرفة تقدم، لجان الإشراف على المشاريع، باعتبار كل مشروع على لجنة إشراف. لجان الإشراف الموجودة في مجلس المحافظة. لا، لجان إشراف محافظة بغداد. هي المسؤولة عن المشاريع. من يتابع عمل هاي اللجان؟ مجلس المحافظة؟ مجلس المحافظة مشرف على كل المحافظة. نعم. مشرف عام. كمجلس النواب مشرف على الحكومة ومتابعة الحكومة. مجلس المحافظة المسؤول عن تنصيب المحافظ ونائبيه، والمسؤول على متابعة مشاريع محافظة بغداد، باعتبار هو من صوت. وهو يتابع. احنا مقبلين على الانتخابات يوم 18/12. والمواطن العراقي ما يريد يسمع هذا الكلام بعد. ما يريد يسمع هذا الكلام جملة وتفصيل، فساد وعلاقات وشكوك وما أعرف شنو، والتصويت على إقالة محافظ، والمحافظ ما أعرف من هو، فلان يبتز فلان، وفلان يهدد فلان بالتليفون من أجل إنه لا تصوت، دير بالك، راح نسويك. سامع هذا الكلام مو؟ في الشارع يكون هناك الكثير من الحقيقة. في الحقيقة مو في الشارع، سامع هذا الكلام. الحقيقة إذا تكون هناك أدلة وقرار قاضي يكون حقيقة. أجي وياك بالخالف. مع ذلك المواطن يريد منجز، راح نحصل على منجز في مقبل الايام؟ راح تتغير الوجوه من وجهه نظرك؟ راح يصير هنالك مجلس محافظه يقدم ويشرع ويراقب قوانين ويراقب عمل محافظه؟ راح يكون عندنا محافظ يشتغل بطريقه مثل ما تفضلت بقوه جدا ويتابع وكذا بحيث يمشي بريد من المشاريع المنجزه بالشارع مو من مكتبه؟ ممكن عندنا هيك شيء؟ لو هذا كلام يعني اليوم مستحيل تطبيقه على أرض الواقع. كعراقيين إذا رأينا حكومة السودانية، رأينا بصيص أمل في تنفيذ مشاريع العراق هناك، يعني عندما نجد وتفائلت الناس، تفائل في الناس، هذا التفائل في انعكاسه مع مجالس المحافظات
المفروض يكون متناغم. متناغم، وأن هناك تناغم ما بين المحافظة ومجلس يعني والحكومة الآن الحكومة المحلية والحكومة الاتحادية، ويتم هذا التعشيق والتخادم، يكون هناك تفاؤل كبير للعراقيين من خلال اختيارهم، من خلال اختيارهم للشخصيات الكفؤة والنزيهة وذو الخبرة في مجال العمل، وهذا يسهل من التصويت على المشاريع الحقيقية والسرعة في إنجاز تلك المشاريع. أنت هنا بيتك بالنهروان وأنت داوم بالمحافظة مثلاً، وهسه أنت مقدم الانتخابات مجالس وإن شاء الله تربح وتفوز بهذه الانتخابات وتكون عضو مجلس محافظة بغداد. هذا الطريق تقريباً ساعة ونص لما توصل إلى مركز بغداد. أنت وده تمشي بالسيارة، ما فكرت مثلاً ماكو فت حلول أو مقترحات تقدمها للجهات المسؤولة في سبيل أنه هاي الازدحامات نخلص منها؟ نطرحها في ذات مشروع. مشكلة حكومة محلية وحكومة اتحادية. الطرق الرئيسية مرتبطة بالطرق والجسور، يعني ليس مرتبطة بالمحافظة. نعم. والمحافظة تكون يعني شو يعني كائن بش يعني مواطن من مواطني الحكومة الاتحادية. زين. وهذه أزمة تخص الوزارات المختصة، وزارة الإعمار والإسكان مسؤولة عن الطرق والجسور. دائما تطرح المشاريع، تطرح السيطرات، مشاكل السيطرات. لكن اليوم كناحية بعض الأحيان يكون هناك تدخل أمني بين الوضع الأمني، لابد أن الطرق تسد، الطرق تفتح، مرتبطة بمن؟ بالعمليات. العمليات مرتبطة بمن؟ مرتبطة بمجلس رئاسة الوزراء، باعتبار المحافظ هو من يتابع قيادة شرطة بغداد، لكن قائد عمليات مرتبط بالحكومة الاتحادية وليس بالحكومة المحلية. فنحتاج مثل ما يعني طرحنا سابقا أن يكون هناك تعشيق تخادم واضح ما بين الحكومة الاتحادية المحلية في تشكيل لجان رصينة ذو خبرة ذو كفاءة من بين الحكومة الاتحادية والمحلية في حل أزمة الطرق وحل أزمة جميع الخدمات في جميع المحافظات. سؤال أخير لو سمحت أستاذ، هل هنالك ثقة بين موظفي الدولة أم لا توجد ثقة؟ أزمة ثقة واضحة موجودة هي التي يعني تحكم في دوائر الدولة؟ القانون واضح والامور الاداريه واضحه في طرح يعني خصوصا في المشاريع. المشاريع لديها لجان مخصصه، اللجان يعني هي المسؤوله عن كل شخص مسؤول عن توقيع في اللجنه باعتبار قوانين ثابته، من يخالف القانون يحاسب، فلا يحتاج الى ثقه بالموظف عدم الثقه باعتبار القانون هو الحاكم او فيصل ما بين جميع موظفي الدوله. لكن من خلال تطبيق القانون وبطريقه روتينيه تؤخر انجاز المشاريع، تؤخر اتخاذ القرارات الصحيحه والسريعه، تؤخر تقديم الخدمه للمواطن العراقي ويبقى الحال كما هو عليه. اطرح في جانبين. الجانب الاول في حال احاله المشروع هذا منجز. لكن الروتين الاداري بالقرار السيادي وليس بالقرار التنفيذي. يعني عشان تطرحنا مشكله الارض. الارض مو مشكله موظف ولا مشكله محافظ. مشكلة أرض أموال تخصص برلمان موافقة رئيس وزراء تحول جزء الأرض بشكل مباشر مثلاً من وزارة المالية إلى وزارة التنمية، وزارة المالية إلى مديرية الموارد مثلاً مديرية الماء، مديرية المجاري، تحول جنس أرض. عندما تحول جزء الأرض بحال المشروع تكون هناك لجان متابعة ولجان إشراف ونسب ثابتة، يعني مثل نسبة يعني كمية الماء، كمية الإسمنت، يعني كميات محددة وكل متر مربع كميته كذا، يعني قياسات ثابتة. بالقياسات لا يكون هناك خوف من جميع الموظفين، قياسات ثابتة وتوقع عليها. ممتاز. الكلمة الأخيرة توجهها للناخب العراقي، شو تقول له؟ الناخب العراقي قد هناك تكون في سابقا هناك عدم ثقة، لكن اليوم ما رأيناه في مجلس النواب الحالي والحكومة الحالية هناك تفاؤل. سوف يكون هناك أيضا تفاؤل من قبل الحكومات المحلية في إنجاز المشاريع وفي تقديم ما يستطيعون تقديمه لخدمة المواطن، والأساس مجالس المحافظات هي مجالس خدمية وهدفها الأساس خدمة المواطن، واختيار الصحيح للشخص المناسب هو النجاح لجميع المواطنين جميع المحافظات. بديت بحملتك الانتخابية؟ المفوضية هي من صرحت في البداية العملية الانتخابية، وكان من خلال موافقة المفوضية في بدء الإعلان بدأنا وتم العمل يعني خلال الجلسات، طرح المشاريع، طرح البرامج، طرح الرؤية لمجلس محافظة بغداد، وإضافة إلى النواحي الإعلامية والبوسترات وما يتعلق وما شبه ذلك من
وسائل التواصل مو الاجتماعي. كل البوسترات انت خالها بالشارعك وموجودة بعدها بالبيت ليش؟ يعني صارت حملة تمزيق الصور في اللافتات يعني في جميع بلد المحافظات، تم يعني نشط ما يقارب 50% تمزيق أغلبها يعني، وبدأنا خلال هذه الأيام أيضا بنشر بوسترات يعني في مرحلة ثالثة هاي وليس مرحلة ثانية. وإن شاء الله يعني الأيام القادمة هناك تكون يعني البوسترات ثابتة في الشوارع، باعتبار الناخب هو يحق له التصويت يعني يحق القناعة وعدم القناعة بالمرشح. من لك التوفيق. التوفيق للجميع إن شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا. إذن مشاهدين الكرام في ختام هذه الحلقة من برنامج أبشر حاولنا أن نسلط الضوء على كثير من المواضيع وكذلك كثير من الشخصيات المرشحة لانتخابات مجالس المحافظات. الهدف من هذا الموضوع هو إحنا نريد نلقى حلول، أكو عندنا هموم تتطلب حلول من خلال شخصيات نصعد إلى مجلس المحافظة يكون عندها قرار، تكون شجاعة جريئة، ما تخاف، بس ما تخاف من خلال تطبيق القانون، لأن أمامها مسؤوليات كبيرة، أمامها مواطن ينتظر تقديم خدمة لمنطقته لشارع، يريد مستوصف، يريد مدرسة بها خير يودي بها ابنه، يريد شارع مبلط مو ينتظر يخفف سيارة حتى لا تتأذى السيارة حتى لا أكو غيره لازم يروح يصلح ويروح، مو شيء مرتبط بشيء. الله يحفظكم، أملنا بكم كبير، مثل ما سيد رئيس الوزراء بدأ بحملة لتغيير وجه العراق، أتمنى من كل المسؤولين محافظين أعضاء مجالس محافظة مدراء عامين إلى أبسط موظف أنه يفكر بأنه يقدم خدمة، يفكر أنه من يروح يطلع من بيته ويروح للدائرة مالته مو بس يفكر شو وقت يجي راس الشهر أو موعد الراتب. احتراماتي للكل ولجهود الكل، أرجوكم العراق بحاجة لكم، انتظرونا في حلقات أخرى من برنامج أبشر، أبشر يا عراق.